اهلا بكم من جديد مشاهدينا، ونخش على الوصف التحليلي لمباراة الاهلي ومصر المقصة غدا ان شاء الله، المؤجلات من الاسبوع الثاني من عمر وزمن الدوري العام. في البداية طبعا برحب بضيوفي الكبار كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن شريف عبد المنعم. مساء الخير يا كابتن منور. مساء الخير يا كابتن فاروق، ازيك؟ يا حضرتك تمام؟ ايضا كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن ربيع ياسين. مساء الخير يا كابتن مصر. مساء الخير، الحمد لله، صحتك؟ الحمد لله، وفق دايما. اهلا وسهلا بيك. الله يحفظك. هبدا مع ضيوفي الكبار. يوم الجمعه كان في اجتماع ما بين كابتن محمود خطيب رئيس النادي الاهلي وكل اللاعبين والجهاز الفني في قبل المران. كان اقيم المران في من صباح يوم الجمعه، وكانت جلسه مهمه جدا ما بين رئيس مجلس اداره النادي الاهلي واللاعيبه. طبعا كابتن شريف، حضرتك واجهت هذه الظروف في العديد من المناسبات، وجود طبعا كابتن صالح سليم كرئيس للنادي الاهلي، وحضرتك كنت لاعب وايضا ما سبقه كفريق مرتجي. اكيد بتبقى الجلسه دي لها طوابع خاصه. طبعا بنبارك طبعا مجلس الاداره وكابتن محمود خطيب، وده ما شاء الله الحب اللي بينهم يعني، وباذن الله ربنا يوفقهم ويكون كل البرنامج الانتخابي اللي هم قدموه يكون معد له، وهم الاربع سنين دول ان شاء الله، ويمكن اكتر من اربع سنين كمان، الثمان سنين باذن الله، يكونوا على قد المسؤوليه وكل حاجه بقى النادي محتاجها، من استاد لنادي التجمع الجديد، ان احنا بنخلص شيخ زايد باذن الله، الترابط، بنخرج بقى من الشحن بتاع الانتخابات ده خالص ونبعد دي. عشان كده حضرتك قلت ان هو كان ليه قاعده مع فريق الكوره، فهي القعده بتبقى قاعده طبعا ناس كابتن محمود الخطيب، اللعيبه كلها يعني اقرب الناس ليه موجود في كل وقت وفي كل مكان. وبعدين يكون محمود الخطيب لاعب الكوره هو الراجل اللي بيمثلنا في رئاسه مجلس الاداره، فدي حاجه كمان تطمننا كلنا. بس بيبقى شكل روتيني طبعا ان احنا محمود الخطيب بيروح للعيبه يطمنها، يطمنها ان كل حاجه ماشيه تمام، كل حاجه ماشيه في نفس السياق، بيشكرهم على الشكل اللي هو موجود، بيشكر الاجهزه الفنيه على النجاح اللي هم فيه، بيشكر كابتن حسام، كابتن عبد الحفيظ، جميع الاجهزه الفنيه اللي موجوده، كل ده شكل روتيني. واي حد كابتن ربيع عارف الكلام ده طبعا، لما يبقى في مجلس اداره جديد بيقعد، حتى لو حسام ليه طلبات، سيد ليه طلبات، بيتعمل الاجتماع بعد كده مصغر شويه على مستوى بين مجلس لجنه الكوره لما بتبقى موجود مع كابتن محمود الخطيب، مع كابتن حسام، اللجنه نفسها اللي هتبقى موجوده، التقارب، لان مش معقوله كل كلمه هنروح لكابتن محمود نقول له احنا عايزين كذا، لا، بيبقى في شكل تنفيذي شويه. نعم. في نجوم تانيين موجودين بيثق فيهم مجلس الاداره الموجود. طيب كابتن ربيع، بالتاكيد الجلسه ديت بتبقى ليها عامل تحفيزي كبير جدا للعيبه، عامل مطمئن ايضا، الحوارات على اهم المحطات الكرويه اللي بينتظرها النادي الاهلي، عنده منافسه على الدوري العام، عنده منافسه على بطوله السوبر، مسابقه كاس مصر، وايضا دوري ابطال افريقيا في نسختها الجديده ان شاء الله. لا، هي يعني عاده في دايما رئيس مجلس بمجلس ادارته انه بيقعدوا مع المدير الفني، بيقعدوا مع اللعيبه، خاصه بعد طبعا جوله محترمه جدا جديده وروح جديده ومجلس جديد، وبيبقى قعده ود وقعده حب وقعده احترام وقعده كبير اسره، بيحفز الناس وبيقول لهم احنا وراكم وفي ظهركم وبالتوفيق، وبيقول لهم ركزوا والتزموا، لان احنا مطالبين بحاجات كثيره جدا. جمهور الاهلي واعضاء النادي الاهلي تعودوا على المكاسب، تعودوا على البطولات، تعودوا على الدرع، تعودوا على كاس محمد، تعودوا على كل حاجه كويسه. فطبعا ده مجلس جديد بروح الاخوه والمحبه والترابط اللي موجود بين اسره النادي الاهلي، ان اسره النادي الاهلي رقم واحد توفيق ربنا، ثم الاداره لها دور في حاجات كتيره جدا، مع الجمهور، مع الجهاز الفني، مع اللعيبه، الاسره، الترابط ما بين الاربعه ماشي في الاتجاه السليم، فهو بيحافظوا على الترابط، بيحافظوا على الوحده، بيحافظوا على النظام، ان شاء الله الطموح موجود والرغبه موجوده. انا اعتقد الهدف من الاجتماع مع الجهاز الفني، واللعيبه لعيبه على اعلى مستوى، محترمه جدا ورجاله مقدرين كويس قوي، وعارفين ان هم في كيان كبير، الكيان ده بطولات لا بثيل على ما خد بالك ولا بديل، ان في جمهور بينتظرهم دايما، ان في اداره في ظهرهم بتديهم الثقه، خد بالك، ان احنا بنحبكم، ان انتوا امتعوا الجمهور، حاجات جميله جدا وطول عمرنا متعودين عليها. واعتقد ان النهارده بص الشكل مثالي ورائع جدا قدامنا بمجلس اداره جديد محترم على اعلى مستوى. ده اول اجتماع مجلس اداره لمجلس اداره نادي الاهلي الجديد، وادي
اللقطة الرسمية لكل أعضاء مجلس الإدارة بأكملهم من رئيس النادي برئاسة كابتن محمود خطيب، أستاذ العمر فاروق النائب، أستاذ خالد الدرندلي على منصب أمين الصندوق، الأستاذ خالد مرتجي أو الأستاذ خالد مرتجي أمامنا في الصورة، أعضاء فوق السن كابتن جوهر نبيل، أستاذ طارق أنديل، أستاذ محمد الضماطي، أستاذ الكفراوي، أستاذ أيضا عندنا تحت السن مهند مجدي، محمد الجرحي، الكابتن رانيا علواني، الكل عشان محمد سراج الدين، الكل عشان ما انساش حد، كله كان حاضر النهارده. مجلس الإدارة مكتمل في أولى جلساته في عهده الجديد، بداية عهد إن شاء الله يكون مبشر ومليء بالبطولات والإنجازات لقلعة وكيان النادي الأهلي، ودائما وأبدا الأهلي فوق الجميع. ابتدي أخش على موضوع نادي الأهلي ومصر المقاصة، مباراة لها طابع خاص. مصر المقاصة هو وصيف الدوري في الموسم الماضي، النادي الأهلي استطاع أن يفوز عليه في لقاء وتعادل معه في اللقاء الآخر وخد منه 4 نقاط زي ما قلت لحضراتكم. كابتن حسام البدري ومواجهة أمام كابتن عماد سليمان. هنبتدي أروح إليك كابتن الشريف عبد المنعم. لقاء مصر المقاصة في الموسم الماضي كان لقاء زعامة القمة ما بين أول الدوري وثاني الدوري، هذا الموسم بداية مهزوزة إلى حد ما من فريق مصر المقاصة، ولكن بعد قدوم كابتن عماد سليمان ابتدى مصر المقاصة يعود مرة أخرى إلى ذاكرة الانتصارات. طبعا ما فيش مما لا شك فيه أن فريق النادي المقاصة فريق كبير أثبت وجوده السنة اللي فاتت في وقت من الأوقات، كان في المربع بيهدد أي فرقة أنه ممكن يكون هو حائز على البطولة، زي ما السنة اللي قبلها كان في سموحة برضو كانت بهذا الشكل. نعم. دي حاجات بتسعدنا كلنا، بتسعدنا ان احنا نبقى شايفين في فرق في شغل اداري كويس جدا، في ناس قائمه على الاجهزه كلها بتوفر كل حاجه للاعبين، بتستقدم لاعبين. شفنا احمد الشيخ السنه اللي فاتت في المقاصه كان شكله عامل ازاي، بترشح دلوقتي راح منتخب مصر والنادي الاهلي، لولا الاصابات اللي بتحصل له كان له شكل تاني وشان تاني السنه دي. علاقه المقاصه بالاهلي علاقه وطيده على ما اعتقد، بياخدوا لعيبه من هنا ويودوا لعيبه من هنا اعاره، يعني ما الحقيقه فرقتين يحترموا جدا على المستوى الفني وعلى مستوى اللعيبه وعلى مستوى الاجهزه. اللي حصل بالنسبه لفرقه المقاصه طبيعي جدا، ان يعني في حاله حتى بنبقى بنتفرج على اي فرقه تحس ان حصل لهم مش وقوع، يعني حصل لهم سكون، حصل لهم شوشره ان في لعيبه خرجت من عندهم كتير ولعيبه تانية سجلت، عشان تتاقلم في وسط الفرقه مع مدرب لسه بيشوف لعيبه هو واخد على مستوى معين. المدرب كان واخد على انه زي الحصان، مؤمن سليمان البطوله او الأهلي، مطالب منه ان هو يبقى على مستوى عالي وعلى نفس، وخاصه ان هم رايحين بطوله افريقيا فبيبقى مطلوب منهم كتير قوي. لما تبقى غير موفق في المباريات في اول الدوري بتعملك حاله شويه اهتزاز، الاهتزاز بيعاقبه انك انت عايز تلم نفسك، بيعاقبه تغييرات في الاجهزه الفنيه، بيعاقبه ان هو يجي مدرب تاني ويبتدي يعمل الشكل الطبيعي انه يحقق نتيجه تقدر تاخد فيها النفس بتاعك اللي تكمل بيه على النتائج. فكسبوا 3 مباريات ورا بعض. بعد منهم بتروجيت والزمالك وطلائع الجيش، منهم الزمالك يعني فرقه مش سهله، وفي نجوم بتطلع السنه دي زي حسين شحات كده، حاجه هداف دوري ومرشح انه يلعب في منتخب مصر وبيثبت وجوده بنفسه. اذا لما بيبقى فيه شغل، لما بيبقى فيه كيان، لما بيبقى فيه اداره كويسه قوي بتقدر تتكلم وبتقدر تلم الناس بسرعه، لان ده الاساس بتاع الفرقه، اساس فرقه المقاصه اساس معدن جيد. يعني مش فرقه جايه لسه كانت بتحارب وطلعت، لا دي موجوده وهتلعب في بطوله كبيره زي بطوله افريقيا، يعني مطالبه على الوجهين، يعني ملك وكتابة زي ما انت بتقول. البرنامج اللي عندنا ده لازم يكون هنا كويس وهنا كويس. نعم. ف بنتمنى ان هم يرجعوا بسرعه، لان بصراحه احنا محتاجينهم السنه دي ان احنا يمثلوا اسم مصر، وبنشكرهم برضو ان هم رجعوا. اما بالنادي الاهلي فاي حد بيحتك جنب النادي الاهلي او اي حد بيروح على النادي الاهلي بيشوف النادي الاهلي بيشتغل ازاي وبيبتدي منين وبينتهي منين، فبتلاقيه بيتطور، تلاقي كل الفرق اللي بتلعبك زي الاسيوطي كده ملاعب احترمك ولعب في الملعب وحطت المباراه لاخر ثانيه في الجيم. طيب كابتن ربيع، هل ظاهره تغيير المدربين اثرت على مصر المقاصه؟ يعني كابتن ايهاب جلال تم تغييره ثم استقدام كابتن مؤمن سليمان ثم رحيله واستقدام كابتن عماد سليمان حتى تعود الامور، ظاهره ايضا تغيير المدربين ليست مكانت ليست في مصلحه المقاصه؟
مفيش كلام محمد طبعا. تغيير المدربين ايهاب عمل حاله لانه قعد فتره كبيره جدا وعارف اللعيبه ودارس اللعيبه وعارف مراكز الناقص وعارف السلبيات والايجابيات واشتغل حفظ اللعيبه حفظته، لان في حاجه مهمه جدا اسمها اسلوب مدرب وفي حاجه اسمها شخصيه لعيبه. نعم. فالاثنين مع بعض خلي بالك مش اي حد لازم يركبوا مع بعض ويمشوا بطريقه معينه وفي وقت معين. فلما يقعد ثلاث مواسم ويشتغل مع فريق خد بالك ويجي مراكز ولعيبه ويقدم اداء ويعمل عروض والثقه طبعا زادت بشكل كبير جدا وفي ظهره الاداره. نعم. يحسب برضه ما نغفلش ان الادارات الناجحه دايما هي اللي بتوفر الجو المناسب يا محمد. توفر جو مناسب في مدرب وتدي له الثقه ما تحسوش بالقطعه. نعم. ده كان موجود في المقص خد بالك، والمدرب قعد فتره وبدا ان هو يجيب لعيبه ويديها الثقه خد بالك، ومع الهدوء ومع الوقت ومع الشغل ومع النواقص ومع السلبيات زرع فيهم الجديه والالتزام والتركيز والرغبه في ترتيب متقدم خد بالك، في مربع ذهبي، في ان انا اخد بطوله. هم مشوا كويس قوي وقدموا عروض قويه جدا فنيه على اعلى مستوى. ده لقاء الدور الاول كان الاهلي فاز بهدف مقابل لا شيء، كان احرزه عبد الله سعيد وحققوا نتائج محمد هايله. اولا خلي بالك وفي نقطه مهمه جدا، ان دايما كانوا بيختاروا اللعيبه اللي تقدر تتناسب مع الفوز والبطولات. نعم. خد بالك لان اللاعب هو اللي بيصنع المدرب، اللاعب هو اللي بيصنع النتائج الكويسه. نعم. فاسلوب مدرب مع لعيب مهاري اعمل باللي انا عاوزه. نعم. خلي بالك من النقطه دي، لعيب عنده حلول طبعا. ما هو ده النادي الاهلي. الناس لازم تعرف النادي الاهلي بيختار اللعيب المهاري، اللعيب العالي، اللعيب اصحاب الحلول الجماعيه والفرديه. هو هدف عبد الله ده اللي مع احترامي ما فردي يا محمد. نعم. فردي بنسبه 100%. خد بالك الاهلي بيكسب بجماعيه وفردي. الحلول بقى فقيمه عبد الله في الحلول الفرديه. نعم. قيمه اللعيبه في المقص كان عندهم حاله وعندهم هدوء وعندهم انسجام وما عندهمش حد مصربعهم وبيحبوا بعض وعندهم ترابط. قدموا عروض رائعه طبعا ويستاهلوها، وقدموا فريق كويس امتع الناس بمدرب كويس بلعيبه كويسه بنشكرهم ونتمنى لهم كل التوفيق، بس مش ماتش الاهلي يعني. لا بس عايز اقول لك على حاجه، فاروق اتفرج على الماتش اللي انت معرضه لنا ده. هشام محمد فين دلوقتي؟ في الاهلي. في الاهلي. احمد الشيخ فين؟ وفي المقاصد. شوف شكلهم كان عامل ازاي. بس النادي الاهلي لما بتلعب معاه بتبقى مطلوب منك انك تبقى هاف وديفندر وفرويد وكذا حاجه في بعض. تلعب كل المقاييس يعني. تلعب كل اللعبات. وانت بتلعب مع النادي الاهلي لازم تبقى بتلعب كل اللعبات، عشان في ناس اسئله كتير يقول لك الله هو احمد الشيخ كان في المقصه نجم متألق بس عشان احمد الشيخ شاري حته ناحيه اليمين وبيلعب فيها والكره بتترد له وبيقدر يتنفس على فترات في وسط المباراه، بتلاقيه كل 10 دقائق موجود جوه المباراه بيقدر يحرز هدف. انما مع النادي الاهلي لا، هو مطالب يبقى هاف رايت وباك رايت ونص ملعب متاخر وبينزل يساعد مع ويهاجم ومع سوليه يستلم منه ويبتدي يعمل واسم كبير. اسم كبير يعني بيتحمل مسؤوليه داخل الملعب، يعني مطلوب منه نتيجه، يعني مطلوب منه حاجات كتير قوي زي وليد سليمان مثلا عندنا. شوف احمد الشيخ وشوف وليد سليمان، هتلاقي الاثنين المفروض زي بعض. انما نوعيه اللعيب اللي بيلعب في النادي وشخصيه اللاعب اللي بيلعب الاهلي بيتحول الى عماد سليمان دلوقتي. نعم. بيتحول في المكان ده، فلازم احمد الشيخ يقرب، تبقى بعيد عنه ان شاء الله الاصابات، بعيد عنه اي حاجه ثانيه ما هيلم روحه. وبعدين حسام حسن ما هو ملاعبه، حسام البدري ملاعبه في بطوله افريقيا في اول ماتش. نعم. مش لعبه قدام الترجي هنا في مصر، لعب كمان امام الجيش في اول ماتش في الدوري ولعب في اول احرز هدف يعني. نعم. ما فيش حاجه، مش عايزين حد بس يبقى بيطلع علينا ان فلان ده ما بيلعبش، فلان ده بياخد خمس دقائق، فلان ده مع احسن مدرب في مصر دلوقتي حسام البدري. ده حقيقي. حتى الان نتيجه وادي دجله والمصري التقدم بهدف مقابل لا شيء لوادي دجله في هذا اللقاء. كان ايضا انتهى لقاء الجونه والانتاج الحربي بهدف مقابل لا شيء في صالح الانتاج الحربي. خلينا نقول ايضا ان في مواجهه جديده بالنسبه للكابتن طارق العشري مع فريق وادي دجله، وظاهرة تغيير المدربين ماشية هذا الموسم بشكل كبير جدا، وهرجع عليها أيضا مع نجومنا الكبار. هروح إلى مشوار النادي الأهلي ومشوار مصر المقاصة في بطولة الدوري.
اتكلمنا احنا على فريق مصر المقاصه، يمكن ما حققش اول فوز الا لما كسب فريق سموحه بهدفين مقابل لا شيء، ثم تعادل مع وادي دجله بثلاث اهداف مقابل ثلاث اهداف، وثم فاز على بتروجيت بهدفين مقابل لا شيء، ثم فاز على الزمالك ثلاث اهداف مقابل هدف، وسقط طلائع الجيش امامه باربع اهداف مقابل لا شيء، ودي كانت نتيجه ثقيله الصراحه على فريق طلائع الجيش. الجانب الاخر فريق النادي الاهلي ما شاء الله تعادل فقط امام طلائع الجيش بسبب الارتباطات الافريقيه، ثم فوز على الاتحاد بهدفين مقابل لا شيء، الاهلي امام الرجاء اربع اهداف مقابل هدف، الانتاج هدفين مقابل هدف للنادي الاهلي، الاسماعيلي 2-0 للنادي الاهلي، الداخليه 2-0 ايضا للنادي الاهلي، المصري 2-0 للنادي الاهلي، ثم ام بي 4-1 والاسيوطي 1 مقابل لا شيء. كابتن ربيع، لقاء الاسيوطي بالنسبه للجمهور النادي الاهلي بعد الاداء الصراحه الرائع امام فريق ام بي كان الى حد ما علامه استفهام. ماتش الاسيوطي بص طبيعي جدا لعيبه بشر طبعا مفيش كلام، محمد كل اربع ايام ماتش، ضغوط اللي على لعيب النادي الاهلي كتيره جدا وعلى الجهاز الفني انهم مطالبين ان يكسبوا على طول. انت عندك خلي بالك دول بشر اربع، كل اربع ايام اكسب 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 باداء دايما جمهور النادي الاهلي زي ما قلت لك طماع، مش بمكسب بس وباداء، خد بالك وبمثاليه غير عاديه وبفنيات وبشخصيه، انما ده طبيعي جدا. احنا قلنا ان سهوله المباراه خلت اللعيبه اعتقد ان تركيزهم في الاسيوطي غير تركيزهم في المقصه. فكل كل 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 حجم فني بقدراته في حسابات الجهاز الفني واللعيب. نعم دي ضربه كانت مهمه جدا، بس كابتن ربيع وصدها شريف اكرامي، كان اللقاء 1-0 واللقاء ده كان مهم جدا في الاخر وفرق خالص. كتير وادي لعيبه النادي الاهلي كلها جريت على شريف اكرامي اللي هيكون ان شاء الله غدا في حراسه مرمى النادي الاهلي. بص بقى الفرقه كلها فيها ده حب، نعم مش خد بالك راح احترموا الراجل، وبص الجهاز بيسجد لله شاكرا. نعم هو ده النادي الاهلي، الاحترام والطاعه وعارفين توفيق الله سبحانه وتعالى، ثم الاسباب. نعم. الناس بتشتغل، مش الناس واخد بالك كل واحد في حياته محمد بيشتغل بمثاليه غير عاديه. نعم. وبحب وبقلب وبضمير وبامانه. عشان كده ربنا مبارك والامور سهله، ما تسهل خلي بالك سهوله عشان فلك سهوله عشان في جهد. ربنا بيدي على قد مجهود، فالامور كلها بص الهدف ده لما اتلموا على كرامه وراحوا حبوه وراحوا حضنوه، هو ده لعيب النادي الاهلي واخد بالك، ان الكبير دايما بيحب الصغير والصغير يحترم الكبير. ف بالنسبه للارهاق انا اعتقد ان في بعض من اللعيبه عندها ارهاق مش كلام، لان زي ما قلت لك المجهود كبير جدا، وفي نفس الوقت انت عندك مساحه التدوير عند حسام مش كتيره، مش 4 5 6 ما ينفعش مساحه التدوير محمد 1 2 بالكتير. هو في بعض بيظن كابتن ربيع ان موضوع في تدوير يبقى يدور بقى الفرقه كلها. لا لا هو الراجل ليه تدور طبعا، ما في المصلحه. وبعدين خلي بالك التدوير ايه؟ ده اللاعب الجاهز الجاهز، انما ممكن يبقى زياده بس ايه بظروف اصابه ايقاف، انما النهارده التدوير ده له اهدافه وله فنياته وله وقته واخد بالك وله شغله الفني، لان انا عندي طريقه بشتغل بيها بكسب بيها، انا مش عاوز اي حد يدخل يخل الطريقه محمد ويهزها ويبعدني عن اللي انا الهدف بتاعي، ولما بكسب بكسب بمجموعه اسباب فنيه انا بشتغل عليها طول الاسبوع، والراجل عنده برضه طريقه وعنده شغل خططي يا محمد، وعنده الشغل مهاري جانب مهاري بيطورها، وعنده جوانب بيحافظ عليها، وعنده سواء بدري عنده فكر بيشتغل بيه بيكسب بيه الفرق. فالطبيعي جدا انا ما هزش الاداء خد بالك، لان ليه جانب دفاعي وجانب هجومي. ف ممكن انا معاك انه الارهاق شويه يمكن اثر، والاستهتار وسهوله المباراه خلت التركيز برده مش بحجم. اعتقد المقصه بكره ان شاء الله هيبقى افضل واحسن واعلى ان شاء الله يتعلم. باذن الله. كابتن شريف، هل طبعا ضغط المباراه اللي موجود عند النادي الاهلي ماتش كل اربع ايام، هل حضرتك شايف ان طريقه التدوير اللي بينتهجها النادي الاهلي ومع كابتن حسام البدري غطت على مشاكل ضغط المباراه؟ هو الحقيقه حب اللعيبه لكابتن حسام وفهمهم لكابتن حسام وخلاص ايقنوا ان الراجل مدرب عادل وبيثق في قدراتهم وعارف انهم كلهم وخلاهم كلهم زي بعض، يعني ما خلانا على الساحه كلنا لما بنيجي نتكلم بنتكلم على الجزء الهجومي وبنتكلم على الجزء نص الملعب والخلفي، بنتكلم عليهم كلهم نجوم، بنتكلم عليهم كلهم زي بعض الحقيقه، بنتكلم على المجهود الكبير اللي هم بيعملوه في كل مباراه بالاداء، وهو عمل حاجه جميله قوي جدا في الملعب، يعني خلى اللعيبه تحفظ اسلوب اللعب اللي هو بيحقق الفوز،
يعني خلى الناحيه الشمال تشتغل بشكل عالمي شويه، خلى الناحيه اليمين الروتيشن اللي انت بتتكلم عنه ده غير بقى، بيريح فتحي شويه وبيريح سوليه شويه وبيجيب محمد هاني ويرجع يعدل العدله بتاعت فتحي شويه، بعدين عمل شغل حتى كل الفرق ما تبقاش فاهمه حاجه. كل الفرق مش عارفه تقف على ارض ثابته معاه. فهو صاحب الكلمه وصاحب الكيان في الملعب وفي التدريبات. انت زي ما انت قلت الماتش اللي فات مش عاجبك، لا الماتش اللي فات مش عاجبني عشان من الربيع ان هم في ارهاق، في تعب، في رمل شويه في الرجل، انما في تاخر في الهدف. يعني انا عايز اقول لك حاجه، لو الكره الاولانيه اللي فاول دي او دقيقه دي دخلت جون، نعم، هيحصل ايه في المباراه؟ هتلاقي اللعيبه التعبانه دي عندها نفسيه حاجه تانية. لما حكم زي ده يجي على جول 100% وجول حلو قوي وما يخلكش 2-0 عشان يمنعك من متعه 25 دقيقه كمان تقدر تحقق فيها نتيجه اكبر، تقدر اللعيبه كمان تاخد نفسها براحه وتلعب الكره اللي هي عندها اللي بتحبها بدل الضغط عليها، وبيجعل فرقه زي الاسيوطي معاك لاخر دقيقه في المباراه. كذا حاجه بتحصل في الملعب بتبقى ضد الكلام اللي احنا بنقوله ان هم شكلهم ما كانش كويس قوي في ماتش اسيوطي. هو لا، هم كويسين وهم نفس الشكل وهم كل حاجه، بس في عوامل بتبقى زي ما قال ربيع كده بتخش علينا بتخلينا يعني بنتاخر في التهديف. ما هو المباراه هي ايه؟ تهديف. العب كويس قوي وما تكسبش هنقول علينا وحشين، انما هم اللعيبه الحقيقه دوروا، هم اللي دوروا الملعب. الهدف العالمي اللي جابه عبد الله السعيد ده لما تروح التمرين وتتفرج عليه، احنا بنروح نلعب انا وربيع فرقة شمس وانا بعدي كده بتفرج على التمرين، هو ده اللي بيعملوه في التمرين بالظبط. راجل بيشوقته مع الجول. الرساله بتاعت حسام وصلت لك؟ ايه؟ الرساله بتاعت حسام وصلت لك؟ ما انا قاعد ارد على حسام اهو كل ثانيه. هو فيهم غلط. انا وانت قاعدين نشكر في حسام وهو قال لك هو في يعني ايه مش عايز اقول لك. المهم يعني اللي انا عايز اقوله لك استاذ فاروق ربيع، هو محمد انا عملت فكنت في كده جيم بينه وبين يعني بينه وبين تخيل انا وحسام البدري احنا مالناش غير بعض، انا وحسام البدري انا حاجه في يوم اتكلم على حسام البدري كلمه قد كده؟ لا الصراحه انا مش هوصل له الرساله يا حس طبعا هوصل له الرساله. هو قال لي انا قابلت ربيع وقعدت اهزر معاه وبتاع. فالحقيقه هم احنا قلنا واحنا قاعدين هم كيان واحد وحب واحد، وربيع قال لك شوف ازاي لما بيجيبوا الجون كلهم وشرحوا للشريف اكرامي وباسوا بعض، ما هو ده النجاح، هو ده الحب. ما تجيش بقى على ماتش هاف تايم حصل ان احنا اتاخرنا في الهدف، ودي مش من عاده النادي الاهلي. من حقك الكبير انك انت تقول انت اتاخرت ليه؟ انا رايح النهارده على الشرقي زي ما انا سالوني قبل الماتش انا وربيع هيكسبوا كام؟ طول 4. ما هو انبي كانوا هيكسبوا 12. يعني ماتش انبي كانوا هيكسبوا 12، انا قلت اخد ربعهم بس يعني في ماتش الاسيوطي، انما الاسيوطي احترم النادي الاهلي ولعبوا ب 3 5 4 1 دي وقدروا يتعاملوا في المباراه، والظروف بتاعت المباراه كلها ساعدت من كل حق. الجو حتى يوم كان جو كده شكله غريب. الملعب انا سالت يا ربيع على الملعب، قالوا لي الملعب كله رمل. استاد القاهره؟ والله قالوا لي الملعب، قلت لهم الملعب تقيل شويه، قالوا لي مقفوله دي له فتره اصلا. ده غريبه يا ربيع، قالوا لي الملعب كله رمل، الكره تقيله قوي في الحركه عليه، في حاجه ما كانتش معده كويسه يعني للملعب في المباراه دي. فالنادي الاهلي هنروح هنيجي كابتن شريف مطلوب منه اللي انتم بتقولوا عليه، الفوز ان هو يبقى احسن حاجه واحسن الايه؟ الفوز اهم من الاداء بالنسبه للنادي الاهلي. اصبحنا في عصر لغه الفوز هي قبل الاداء، اكسب 2-3 وتضغط عليك، وهنقول مش هناخد بالنا ان ضغط عليك امتى. مش هناخد بالنا من الكره اللي راحت، هنقول طب ما هو طبيعي ان انت يتهجم عليك مره تهجم عليك اثنين مهما كان. دي لعيبه كويسه قوي، حسين الشحات بقى والناس اللي هي بتلعب جون انتوي جون انتوي ومحمد مسعد وطلح ريكو وتراوري ده لعيب جامد جدا. عندك بس احمد مودي وناحيه الشمال ومحمد توني ناحيه اليمين بيلعبوا كره كويسه. فرقه بتدافع عن اسمها وبتدافع عن كيان كان السنه اللي فاتت موجود. ف احنا من حق ان احنا نطلب احسن شكل، احسن شكل، بس برضو من حق نعرف ان برضو دي احسن فرقه بالتاكيد. كابتن ربيع، غياب بعض اللعيبه، محمد الشناوي بتاع الاصابه، حسام عاشور بيريحه كابتن حسام البدري، سعد سمير عنده اصابه، معلول عنده اصابه، هل وجود ذخيره من البدلاء في النادي الاهلي، ومش عايز اقول البدلاء، من اللعيبه اللي موجوده داخل النادي الاهلي قادره على تعويض اي عنصر بيكون عنده اصابه او غياب؟ كلهم واحد بصراحه. بس هو انا يعني دايما الطبيعي جدا ان لازم، احنا قلنا عمليه التدوير مهمه جدا، لان يعني الشيء اللي مطلوب من حسام هو الدقه في التدوير. لان انا همشي في اتجاهات كتيره جدا يا محمد، عندي الدوري وعندي الكاس وعندي افريقيا وعندي كاس عالم لعيبه المنتخب وعندي حاجات كتيره جدا.
فالموسم الماضي كانت برضو دي سلبيه شويه في الارهاق الكتير يا محمد. نعم. وعدم تدوير الاشتراك كل الناس، يعني ده مهم جدا جدا. اذا كنت انا طالب مطالب بفوز، مطالب باداء، مطالب برضو ان انا انظم اموري، الجانب الفني مش هيجي وخلاص، لا تركيز، واخد بالك في الاختيارات، وده مهم جدا. انا شايف من الموسم الماضي انا بقول النادي الاهلي اجهز فريق مش في مصر في افريقيا، واحسن فريق مش في مصر في افريقيا. انا بتكلم باللي انا شايفه قدامي، مش بقول عشان انا اهلاوي وخلاص، لا انا بتكلم محمد النادي الاهلي جاهز. اي لعيب، هو عبد الله سعيد ده مش غاب فتره الاصابه، نعم خد بالك، ومش احمد الشيخ ده غاب موسم من النادي الاهلي، نعم هو عبد حسام عاشور مش غاب فتره، نعم. خد بالك هتلاقي الحمد لله وسعد وحجازي احترف نعم، هو رمضان وربيع اتعور عندك ربيع ورجع لعب على منتخب مصر اهو، اتعور تاني وبيرجع في افريقيا. فاللي اقصده ان يعني هي مفيش، الحمد لله كل اللعيبه رجاله، والحمد لله الاهلي يملك، خلي بالك ودي مهمه جدا جدا، اللي ما يملكوش غيره. مفيش نعم. نادي في مصر عنده دكه بره رائعه، يعني دخول نجيب مكان سعد سمير مفيش اي مشكله، هو نجح في بص نجيب ده انا بحترمه واقدره جدا. اولا لعيب ملوش اي مشكله، لعيب بيأدي مباريات على اعلى مستوى وتلاقيه قاعد بره مفيش مشكله. ربيع ده لا صوت في التمرين ولا صوت في أيوة. ولا صوت في المباراه، هو ما شاء الله نموذج، وخلي بالك كانه بيصلي. نعم. هو بيلعب الماتش يا ربيع، اللعيب بيصلي، بيصلي في الماتش وبيصلي في التمرين. لا وكمان يعني لما بينزل بيجيد. طبعا. يعني بص ما تحسوش انه بعيد، يعني ادي مثال، هل اجيب قدوه هاي. وبص ما انا قلت لك ميزه يعني الجيل ده جيل محترم مؤدب، عارف انه في كيان كبير، الحب خلي بالك صانع حالات كتير ده محمد، الحب والترابط الغير عادي ده، واخد بالك، والانتماء له دور بيخلق اداء، بيخلق فنيات، بيخلق سهوله. فنجيب بص يلعب يقعد ملوش مشكله، وقيس على كده كل اللاعبين مش نجيب بس. فنجيب طبعا وجوده مهم جدا، هايل، لعيب بيجيد الجانب بتاعه الدفاعي، بيعمل ثنائي كويس جدا، عنده تفاهم هايل، مفيش مشكلة بالنسبة لنجي. نعم. طيب كابتن شريف، حسام عاشور هيريح ووجود أحمد فتحي، هل أحمد فتحي هيخش في وسط الملعب؟ محمد هاني يكمل كباك يمين؟ ولا حضرتك شايف ممكن الموضوع يبقى إزاي؟ أعتقد أنت بتقول ده أقرب حاجة، لأن محمد هاني برضو لازم ياخد يعني. نعم. يعني لازم يبقى مع فتحي، بيفتح نفسه أكتر، بيأمنه أكتر، بيديله ثقة أكتر إن هو في الملعب. يفتح بقى من ناحيه اليمين، عارف ان فتحي ممكن يغطي عليه في اي وقت، فتحي عنده ملكه اسمها تصويب على المرمى من اي حته، ما تعرفش فتحي ده ممكن يعمل ايه في اي وقت في اي مباراه، عنده ارتداد سريع جدا. ساعات السوليه بيحب انه يكمل مع تحت الفراوده او جنب الفراوده زي ما شفناه في ماتش الاسماعيلي، فتحي يقدر يغطي الناحيتين. فانت بتقول طبعا على لعيب كبير ومن احسن لعيبه السنه اللي فاتت والموسم ده، هو احمد فتحي، بنهنيه بصراحه، بنتمنى له نفس الاسلوب ده يبقى موجود في كاس العالم في بطوله افريقيا والماتشات كلها. الروتيشن تانية اللي موجوده اللي انت بتتكلم عنها ممكن اي حاجه كابتن حسام يشوفها، لان انا من قربنا مع اللعيبه اليومين دول في التمرين واحنا موجودين في النادي كتير اليومين دول، اجمل حاجه شفتها حب الجهاز الفني مع اللعيبه، واللعيبه بتحب الجهاز الفني، اسره. كابتن سيد معوض وكابتن سيد عبد الحفيظ والراجل بتاع الاحمال التونسي ليس الشعلاني، ليس الشعلاني ايه ناس فوق، ابو العيله في كابتن ابو العيله، كابتن طارق في حراسه المرمى، انا عايز اقول لك انا لامس علاقه حب جارفه، ما شفتش لعيب اشتكى يعني متعب زعلان وما بيلعبش، ها انما من داخله هو مقدر وشايف الدنيا فيها ايه، وانا جندي جاهز في اي وقت اخلص في اي وقت، ربنا ما يجيبش بس ازمات، لان احنا خلاص متعب ده بالنسبه لي بقى صاحب الانجازات والازمات. فالدنيا ماشيه بالحب وبالترابط، واحنا عندنا زمان كنا ربيع بنخسر ماتشات وبنتعادل ماتشات عشان في واحد قاعد على الخط بره قلبه مش معانا، نفسيته مش مستريحه من جوه ان هو ما بيلعبش وفي ناس بتلعب، دي على طول تخرب النادي بحاله، تطلعك بره الدنيا. وفي انديه اعتقد في الدوري موجوده دلوقتي عندها الحته دي، مش كره وبتاع، كل واحد عايز يطلع بالنادي بنفسه، كل واحد فبيتمنى ان يحصل اي حاجه عشان هو يخش عشان يبان، لا مش هو ده. دي السماء بتسمع والسماء هي اللي حارسه كل شيء. طيب احنا ناخد قائمه النادي الاهلي ومصر المقصه
ونتكلم مع نجومنا الكبار يعني في حراسة المرمى شيف إكرامي أحمد عادل ورمضان مصطفى حارس مرمى فريق ال 99 وبيلعب حتى مع فرقة ال 97 وكابتن حسام البدري كابتن طارق سليمان مديله الثقة بأنه دخوله في القائمة. محمد هاني باسم علي أيمن أشرف أحمد فتحي محمد نجيب وصبري رحيل وعمرو السولية عبد الله السعيد جونيور أجاييه كريم ندفد يعود مرة أخرى حسين السيد أكرم توفيق وباكا ومؤمن زكريا وليد سليمان وإسلام محارب وفي الأمام وليد أزارو وأحمد ياسر ريان. كابتن ربيع حضرتك دربت صالح جمعة في منتخب الشباب، عودة صالح جمعة مرة أخرى إلى قائمة النادي الأهلي هل دي ممكن تكون فتحة خير وبداية مبشرة لما قادم؟ مفروض طبعا صالح جمعة احنا قلنا حجمه الفني لعيب كبير ولعيب كويس ولعيب مطلوب ولعيب مهم جدا جدا في النادي الاهلي ومنتخب مصر. هو صالح المفروض ان هو يبقى بجديه غير عاديه وفي نفس الوقت يلتزم ويسمع كلام المدير الفني ويحترم زملائه ويحترم الكيان الكبير اللي بيمثله على ويحترم حب الجمهور ليه، ان صالح في نعمه عظيمه جدا 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 ومطلوب منه ان يجي على نفسه ان ياكل كويس وينام كويس ويتمرن كويس ويحافظ على النعمه ربنا اداله، انه بيلعب في النادي الاهلي كل لعيبه مصر تتمنى تبقى موجوده في النادي الاهلي، دي نعمه عظيمه ونعمه كبيره حسش بيها غير واحد موجود كل اللي بطله واخد بالك وكل اللي بطل يقول لك كان نفسي العب في النادي الاهلي ماتش واحد بس. فانت صالح لعيب كويس ولعيب طبعا هايل ولعيب مهم جدا مهم جدا للكابتن حسام البدري، وكابتن حسام اداك الفرصه واثنين وثلاثه وانت ابدعت وتالقت في نهايه الدوري وكان كنت موجود في منتخب مصر في ماتش الكونغو، فيا صالح حافظ على نفسك وجودك مهم وعودتك الحمد لله على سلامه عودتك واحنا كلنا بنحبك ونحترمك وعاوزينك لعيب ان شاء الله مع الرجاله المحترمين وانت راجل محترم معتمد عليك يا صالح بشكل كبير جدا، انت راجل محترم جدا ولعيب كبير ونجم وكلنا بنحبك وزمايلك بيحبوك، فان شاء الله اتمنى لك كل التوفيق وعودتك طبعا اسعدتنا جميعا واسعد جمهور النادي الاهلي وان شاء الله بيليك دور بكره باذن الله في مكسب واداء النادي الاهلي. رساله قويه جدا من الكابتن ربيع ياسين لصالح جمعه. كابتن شريف دخول صالح في الاجواء وغيابه لفتره، هل شايف ان صالح جمعه قادر انه بمهاراته وامكانياته الفنيه حتى رغم بعده انه يكون اضافه في قائمه النادي الاهلي؟ هو صالح خرج بسبب اصابه. نعم. يعني عمل تاهيل وبيرجع تاني جوه الفرقه. انا مش من اصحاب ان يحصل حوارات على لعيب انه مش مظبوط جوه الملعب او بره الملعب او انا مش من انصار الحاجات دي، انا انصار الملعب نفسه، لما اشوفه جوه الملعب ويرجع ان شاء الله ونقيمه كده ونقول اللعيب ده محتاج زي ما كابتن ربيع بيقول انه يلتزم ويبقى 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 انا هنشوف الحكايه دي، انما ملناش دعوه احنا عارفين ان صالح ده رجع تاني وبقى كويس، خلينا بقى نفكر في صالح يرجع ازاي لنفسه، مش تهديدات ولا اي حاجه، لا احنا عايزينه وبنحبه، الولد فرض نفسه علينا في الساحه الحقيقه وباين جاب شويه اجوال جميله. بص دي كرة عملها الحمد لله، لعيب كرة بيجري بكرة ليه سعر تاني، بيحط الناس في ظهره وعنده ثقه في نفسه بيعرف عنده حلول، الناس كلها بتحبه كمان نجم. هقول لك على حاجه، صالح من الناس اللي ما بيلعبش الناس بتسال عليه. صالح اللي الناس بتطالب حسام البدري دايما ان هو يبقى موجود. بص الراجل بيعمل ايه في الكوره، عنده شخصيه كده، شخصيه الفرق الكبيره، شخصيه النادي الاهلي، شخصيه اي حاجه بره مصر مانشستر اي حته، الحتت دي هو ده اللعيب اللي ليه سعر، اللعيب اللي انا اقدر اراهن بيه، اللعيب اللي انا دارب عندي يوم ما يحصل اي حاجه ابص الاقي نفسي ببيعه لاغلى حته في بره. فمش عايز صالح ياخدنا بهذا الشكل، هو من حقه ان احنا بنتمنى ان هو يرجع. طيب كابتن شريف برضو عايز اخد راي حضرتك، دخول اسلام محارب في قائمه كابتن حسام البدري هل ده نتيجه لتتويج جهوده داخل التمرين؟ حضرتك بتشوف التمرين؟ ايوه لعيبه كتير قوي عايزه ترجع ولعيبه كتير قوي بتبقى مصابه، انا عندي حمودي كمان يعني حمودي شغال زي النار. نعم. ولعيب كويس قوي. اسلام برضو. في حظوظ في الموسم. ابص حمودي في ظروف للعيبه، عشان كده كابتن ربيع بيقول صالح جمعه اقفش اقفش، ما هو لو الواد عيل من العيال دي فاق انت مش هتشوفها تاني، هيلعب ازاي وهيجي امتى، وعشان يلعب ويبان
للراجل كوبر لازم يبقى موجود مع حسام البدري، لازم تقرير من حسام البدري يقول لك اه لا ده يقدر يمثل النادي الاهلي ويمثل مصر. فطبعا انت اتفضلت وقلت على لعيب عنده الشخصيه ان هو يقدر يلعب، بس لعيبه النادي الاهلي الحمد لله ان هم كلهم على مستوى رائع، كلهم قريبين من بعض، فما بقيناش واخدين بالنا من اسلام ولا ميدو جابر ولا في لعيبه انت مش واخد بالك منها خالص جوه الفرقه. ليه؟ لان ما شاء الله اللعيبه كلها زي بعض، لدرجه ان حسام دلوقتي بقى بيقدر يريح حسام عاشور لو شك انه عنده اصابه مثلا ولا حاجه، يريح وليد سليمان، يريح احمد فتحي، كل ماتش تلاقيه كده لينا واحد السوليه مره. نعم. فانا مره بقول للكابتن حسام بقول له عمرو السوليه ما تحطوش في الفرقه، يعني ربيع بيحب ايه؟ انه يدي اكرم توفيق، يدي الناس دي بقى يعني نشوفها. فقال لي رد محترف، قال لي طب ولو حصل اي حاجه وانا عايز ارجع تاني في الماتش وحصل ظروف، قلت له عايز تعظم الفرقه يعني، عجبته كلمه تعظم، قال لي اديك انت بتقول يعني، قلت له انت معاك حق، هو قائد وهو اللي بيحاسب. فاللعيبه كلها ربيع قال لك كلهم بقوا زي بعض، كل مستوى واحد، كل مستوى واحد. مين اللي وصل اللعيبه دي كلها؟ الجهاز الفني، حسام بدري، سيد عبد الحفيظ في ادارته، سيد معوض، وانا عايز اقول لك في ناس جنود مجهوله، كابتن احمد ايوب، احمد ايوب وسيد معوض دول يعني ناس جنود شغاله خليه من غير ما حد يحس بيهم، تبص ليهم ما لهمش وده نجاح حس وما لهمش اي حاجه، زي ما انا بقول لك على محمد نجيب كده ما لهوش حس. صبر رحيل، صبر رحيل ده مفاجاه المفاجات في الصبر والعبوديه جوه ملعب النادي الاهلي وفي الكوره، بينزل ماتشات اكنه بيلعب بقاله 20 سنه متلاحق، ما خرجش من الملعب ولا ماتش. فاللعيبه اللي انت بتتفضل وبتقول عليها دول شايفينهم في وفي اكرم توفيق برضو، وعندك كريم نزلت رجع تاني من الاصابه، هو بقى هشام محمد كمان لما يرجع، يعني عندك اللعيبه دي كلها مش مفاجاه بالنسبه لنا الحقيقه، ان كلهم زي بعض، لدرجه انهم ينسونا، ده بياخدني بادائه وده بياخدني بادائه، ولما بيرجع بحس ان هو اللي كان موجود امبارح، وبيبقى في ميزه يعني حيره مين يلعب، في حيره وفي اربعه يخرجوا من القايمه. هنعمل ايه؟ يعني هنعمل ايه يا ربيع سعيد؟ الولاد هم اللي عاملين العامله دي، والاجهزه الفنيه دي اللي عامله الحكايه دي. احنا هقول لك على حاجه، يا بخت النادي الاهلي باولاده ومدربينه، ده حاجه على مدار التاريخ 110 سنه. كابتن ربيع هسال حضرتك في مكان حضرتك كنت يعني مميز فيه جدا، الجبهه اليسرى، هل وجود صبر الرحيل عوض غياب معلول اللي هي الاصابه وايضا اصابه حسين السيد؟ ايوه، هو صبري ناجح في المكان ده، بيأدي مباريات كويسه جدا، حافظ الجنب بتاعه كويس قوي، عنده النص الدفاعي بيجيله وما بيتاخرش، لياقته البدنيه كويسه جدا، بيدافع كويس، وعنده التلت الامامي اللي هو التلت الهجومي، من اكتر اللعيبه خلي بالك اللي بتعمل كروسات عدد كور بالعرض كتيره جدا. صبري رحيل بيعمل كور بالعرض كتيره جدا، هو بس يعني وبعدين هو بيرجع في اي وقت وبيكون عند حسن ظني في اي وقت. صبري بصراحه بيأدي رسالته على اكمل ما يكون، هو لما بدا معلول وبعدين بعد وبعدين لعب بعده حسين السيد وبعت حسين، هو كان التالت ورجع دلوقتي ما شاء الله، بيبقى عامل جبهه خلي بالك في الماتش، في الكام ماتش اللي لعبهم الاخر جبهه هجوميه اكتر من كره خطيره جدا لاجاييه وعبد الله السعيد ومؤمن وازارو. نعم. فله دور فعال. نعم. يعني تحس بيه في الملعب بصراحه، يعني صبري عامل دور كويس وعامل شكله كويس جدا، وراجل باك ليفت بيأدي كل ما بيطلب منه تجاه الجهاز الفني بتاع النادي الاهلي. طيب ده امام حضراتكم مشوار النادي الاهلي في بطوله الدوري، كان البدايه امام طلائع الجيش والتعادل بهدف مقابل هدف، كان احرز الهدف احمد الشيخ من ضربه ثابته، هنا اول اهداف اجاييه نجم النادي الاهلي النيجيري حبيب نوانكو كانو مثله الاعلى، النجم النيجيري الكبير، وكان حسين السيد احرز الهدف الثاني في هذا اللقاء. وهنكمل مع حضراتكم باقي اهداف مشوار النادي الاهلي في الدوري مع نجومنا الكبار. كابتن النادي الاهلي واجه مصر المقاصه مع كابتن عماد سليمان، وكان واجه فريق ام بي في الاسبوع قبل الماضي قبل مواجهه الاسيوطي، وطريقه لعب كابتن عماد سليمان قريبه الى حد ما من كابتن ايهاب جلال، حتى هو كان من اثنى على اداره المقاصه بالتعاقد مع كابتن عماد سليمان، نفس طريقه الاسماعيلي واللعب المفتوح. هل
النادي الاهلي غدا هيواجه مصر المقاصه بنفس طريقه، هيلعبوا بنفس طريقه امبي ولا هتبقى طريقه مختلفه؟ لا اعتقد ان عماد سليمان مختلف عن ايهاب جلال. نعم. ايهاب جلال بيلعب حسام البدري. تلاحظ كده ان انا بتفرج على المباراه ان مدرب بيلعب مدرب عايز يلعب ب 3 4 3 دي ضد النادي الاهلي. نعم. يعني هو شايف ان هو نجم يقدر يلعب بقى، شايف نفسه جوارديولا يعني. بيلعب حسام البدري وبيلعب النادي الاهلي ده يقدر يتفوق في اي وقت ويقدر يروح يجيب جول في اي وقت ويقدر يعمل اللي هو عايزه. ودي كان فكر مدرب شايف نفسه يعني هدف احمد فتحي من التسديده. لسه بقول لك انا من شويه بيقدر بيفاجئنا بحاجات جميله يعني. فبقول لك كابتن ايهاب جلال وصل لمرحله ان هو شايف بقى هو نجم نجم الفريق مش اللعيبه اللي هتنفذ تحت في الملعب هي المطلوب منها الشكل انك تلعبني ب 3 4 3. هو طلع في الحديث الصحفي وقال لك لا انا جيت لقيت الفرقه كده. ده كلمه ما بتتقالش من مدرب زي ايهاب جلال. نعم. ايهاب جلال مطلع وبيسافر وبيجي وبيروح انجلترا ومشاهد كويس ومتعلم كويس. ما ينفعش. عماد سليمان بقى عنده العكس تماما. واقعي؟ واقعي جدا. بينزل لارض الواقع بشكل محترم. شفت بيتعامل ازاي مع اللعيبه وبيمسك الفرقه بيتكلم معاه وبيحقق نتائج وفي منتهى يعني بيفكرني بربيع ياسين يعني. ربيع ياسين وعماد سليمان فيهم مقاومات كتير قوي زي بعض الحقيقه. تحس ان هم حابين الحكايه ومحترمين الحكايه. فهو الخطر في عماد سليمان انه ملوش دعوه بفرقه كابتن حسام بدري، هو ليه دعوه فرقه النادي الاهلي والاسلوب اللي بتلعب بيه النادي الاهلي وازاي يقدر يواجه النادي الاهلي. فهو ده الشكل اللي انت تقلق منه. وبعدين قدر يحط ايده على مفاتيح اللعيبه اللي تقدر تكسبه. فتحس ان في لعيبه عنده رايحه على الجول ما بيخافش من اي فرقه يعني. ماتش الزمالك لو تشوف في لعيبه ثوابت ناحيه الشمال والكونتر اتاك بتاعه سريع جدا. فابتدى يقرب بفكر عماد سليمان اللي هو اللي لعب في المنتخب اللي لعب في الاسماعيلي في وقت الازدهار. تحس انه بيعمل البصمه ان هو فرقه. انا الفرقه الثانيه او الفرقه الثالثه في الدوري. انا الفرقه اللي هتروح افريقيا. انا ده الفكر. انا بتعلم من كابتن شحته وبتعلم من الناس الكبار اللي هم ادوا وعملوا بصمات في الملعب. فهو ده الجميل في كابتن عماد سليمان الحقيقه اللي احنا بنحترمه دايما. وهو عامل طفره الحقيقه في الفرقه. اديك شفت الفرقه ماشيه ازاي والنتائج شكلها عامله ايه. اذا الفرقه دي تحترم وهيبقى ماتش اعتقد من تاني. انا دايما انا قلت مباراه الاسماعيلي بالنسبه للاهلي هي هتبقى المقابله الاولى والصريحه القويه في الدوري هذا العام. ما قلتش على اي فرقه تانيه الحقيقه. نعم. وجيت على فرقه المقاصه بعد عماد سليمان ما مسك. فبقول برضو دي هتبقى تاني اقوى مقابله بالنسبه لكابتن حسام بدري والنادي الاهلي. طيب كابتن ربيع بالنسبه لكابتن حسام البدري كيف اواجه مصر المقاصه خاصه بعد حاله الفوقان اللي موجوده فيها؟ عندها عناصر قادره على صنع الفارق، عندها اثنين هدافين سواء جون انطوي او حسين الشحات عندهم 8 اهداف، عندهم نانا بوكو، عندهم نجوم في وسط الملعب، عنده فافي ايضا لاعب افريقي عنده سرعات وعنده انطلاقات، عنده محمد مصعب برضه من اللعيبه اللي عندها سرعات وانطلاقات، صلاح ريكو لعيب كوره. كيف يواجه النادي الاهلي هذا الاسلوب؟ هل يلعب بنفس طريقته؟ بص المقاصه عندها ابداع، عندها مهاره، عندها شخصيه فريق يعني. قبل كده كان ماشي في المقدمه ومرت عليه تجارب كثيره جدا سهله ومتوسطه وجيده وممتازه وعاليه، خد خبرات كبيره جدا يعني. شخصيه المقاصه دلوقتي بقى اسم في الدوري الممتاز ما بين الفرق. فريق عنده شخصيه، عنده اداء، عنده نتائج، وتحسنت طبعا الفتره الاخيره نتائج. هو بادئ الدوري بنتائج وحشه جدا لكن الفتره الاخيره حقق نتائج كويسه. وضح حياتك. بص اول حاجه ان انا بقرا المنافس كويس قوي. المنافس عنده مين؟ لان انا عندي ظروف مباراه، عندي متغيرات، عندي سيناريو معين انا برسمه في كل مباراه. الطبيعي جدا ان المقاصه يملك افراد، يملك طموح، يملك رغبه، يملك تركيز، يملك جوانب خططيه على اعلى مستوى فرديه وجماعيه. والدليل نتائجه الفتره الاخيره 14 نقطه من 6 مباريات. خلاص. نعم. يبقى المفروض عند حسام طبعا. انا شغلي احنا عندنا شغل رائع. حسام البدري مع اللعيبه عندهم شغل رائع. الشغل طبعا الرائع اللي حضرتك بتتكلم عليه في هذا الهدف، هدف عمرو السوليه في الاسماعيلي. بص بقى ده اللي بيشتغل عليه حسام البدري. واللي يقرا خلي بالك مشكله الفريق اللي بيلعب النادي الاهلي يا محمد بعد قطع الكره، النادي الاهلي بعد قطع الكره شغله كله الفني. اللي لازم يخلي بالك اي مدرب
يفكر ويبقى ذكي فيه بعد قطع الكوره. النادي الاهلي بيعمل ايه؟ اسرع فريق في مصر بيسجل بعد قطع الكوره. بص ادي واحد اتقطعت الكوره، ادي واحد واحد اثنين ثلاثه هدف، وخلي بالك ويا ريت ترجع دي كمان واربعه رايحين على ربيع الجول. بص ما انا بقول بص ترجع بص جوه بعد الهدف ده، الهدف الثاني ده لا يا ريت يرجعها. معلش يا محمد الهدف الاولاني ده هو ده نفس الهدف ده برضه، ده الهدف الثاني ده عبد الله السعيد الثاني يعني نعم. بص بص هات الكوره واخد بالك اتقطعت الكوره دي جاي يا ولد والبريش كمان بريش على طول واحد ضد واحد تصرف وسريع واخد بالك ونقل الكوره تمريره اثنين ثلاثة وزيادة عددية الرباعي خلي بالك الهجومي المميز في النادي الاهلي بيروح بيسجل هو ده ميزة النادي الاهلي كل واحد واخد زاوية ميزة النادي الاهلي ميزة النادي الاهلي برضه في نقطة مهمة جدا فنيا ان بعد قطع الكورة يا محمد كل واحد عارف المطلوب منه يعني دي نقطة مهمة جدا بص الفنيات اللي بتكلم عليها بتكلم بفنيات ده الجول الثاني ولا الاول؟ ده الثاني ده الاول الاول ده الاول يعني في ضغط طبعا الضغط وبعد التمرير وبعد التحرك وبعدين واخد بالك التسجيل التسجيل كله ماشي فيه في الصح. عبد الله السعيد اللي عملها بعد اجايه عبد الله السعيد ده الثاني بقى واحد اتقطع اثنين اجايه بالعرض ثلاثه وعبد الله السعيد مفيش اكتر من ثلاث لمسات او لمستين او لمسه فمشكله بقى النادي الاهلي الفنيه الفرق المنافس ان اسرع فريق في النادي الاهلي اسرع فريق في مصر بعد قطع الكوره محمد هنا من هنا هو حسام البدري من هنا اللعيبه الاثنين مع بعض السرعه واخد بالك اقل عدد من التمريرات واخد بالك الانطلاقات الزياده العدديه هو ده فانا حسام عنده نسبه استحواذ واخد بالك في وسط الملعب عنده نسبه استحواذ بيلعب بيها في وسط الملعب ضاغط 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 ويقطع الكوره وتمريره 2 3 4 والرباعي الهجوم الرباعي الهجوم اللي هو بيبقى عبد الله مثلا ومؤمن واجاييه والسوليه ادي الرباعي والراس حربة السريع انك تفنش باقل عدد من التمريرات وبسرعه هو ده النادي الاهلي. النادي الاهلي يملك المهاره ويملك الحلول الفرديه والجماعيه يا محمد فاسلوب كابتن حسام في طريقته محمد 4 2 3 1 4 1 4 1 سيستم ماشي بيه ومثبته وماشي معاه واللعيبه حافظاها وبتادي خلاص وبقدر انتصر وبزع بيك بفضل الله تعالى اصعب المواقف. طيب كابتن شريف كيف يلعب النادي الاهلي غدا؟ هل يبتدي بوليد ازارو جونيور اجاييه مؤمن زكريا وعبد الله واحمد فتحي وعمرو السوليه وجود احمد محمد هاني سعد وايمن اشرف ونجيب وصابر رحيل هل ده التشكيل المتوقع بالنسبه لحضرتك؟ مفروض طبعا ده انسب حاجه واوقع حاجه موجوده. طيب طريقه الاداء هل بنفس شكل طريقه امبي؟ هل حضرتك تتوقع ان مصر المقاصه ممكن تلعب زي الاسماعيلي او كنا لسه بنتحدث عن النادي الاسماعيلي وكابتن عماد سليمان ابناء الاسماعيلي هل هيجاري النادي الاهلي في الكره الجميله والكره الهجوميه ولا هيتحفظ زي ما مثلما فعل الاسيوطي؟ كابتن فاروق كابتن حسام بدري عمل اجتماع مع اللعيبه اعتقد بالفيديو كمان يعني بالماتش اللي فات وطبعا اكيد اتناقشوا في جميع النقاط السلبيه اللي كانت موجوده وبيتناقشوا في جميع الاجادات اللي هي موجوده في كابتن عماد سليمان بفرقته الكامله بالاسماء اللي انتوا قلتوا عليها من تراوري وانتوي وحسين الشحات وريكو فالناس دي برضو في محمد مسعد وفي تتكلم عنه لعيبه اثبتت كمان ان هي موجوده في الملعب مع كل فرقه بسرعات فانت عندك بس اهم حاجه واخطر حاجه في النادي الاهلي اللي هي لو بتبقى موجوده زي ما ربيع قال وانت كنا بنتكلم على شكل الاهداف اللي احنا بنجيبه والقطعه اللي احنا بنقطعها وعلى طول بترتد هجمه مرتده على اي فرقه ثانيه اللي هي بتبقى طمعانه فيك انك بتروح بترد انت اسرع وانت اقوى واللعيبه زي ما بتكون ايه ما صدقت رحت فاتح عليهم باب الهجوم هجوم كله جري وكله شايف في جميع بقى مختلف الالعاب يعني شايف كره زي دي عرضيه بنلاقي ايمن اشرف هو اللي بيطلع في المنطقه هنا هو اللي بيصلح لازارو او بيدي لازارو عشان يسجل هدف جميع اللعيبه مشتركه في جميع الاداء وتلاقي سرعه واحده ان هم هيلعبوا ازاي وهم بنفس الريتم اعتقد ان ارضيه الملعب كمان بكره لو كويسه النادي الاهلي بيأدي اداء هايل، اللعيبه دي متعوده على الملعب الكويس، انما يعني بيبقى في رمل في حاجه معطلاه فيها بتحس ان في تأخر في الهجمه، بتحس في النقله بيحصل فيها اي حاجه تعطلك. اللعيبه لو نشطت الذاكره كده وكل لعيب عمل اللي عليه ولو ل 60 70% من ادائه جدا وقوي جدا على اي فرقه بتلعبه. فان شاء الله بكره الماتش احنا بنقول نلعب العادي بتاعنا.
انما اي فرقه بتلعبك هي اللي مطالب منها ان هي توقف كل خطوطك عشان يبقى لها وجود في الملعب. اسماء اللي انت شايفها هنا دي واسماء النادي الاهلي واداء النادي الاهلي واداء مصر المقاصة يمشي الماتش ازاي؟ نقول ماشي الماتش 70% 30%، وده دي خلينا نتكلم زي المحترفين بقى، يعني يقول لك النهارده الاحتمالات كلها نادي الاهلي 70% نادي المقاصة 30%، والمقاصة 30% لعودته وشكله اللي موجود وفوزه على الزمالك مع مدرب محترم الحقيقه كابتن عماد سليمان. ده ماتش الاهلي وامبي، بدايه التسجيل في اول الجزء الاول من المباراه كان ليها مفعول كبير يا كابتن ربيع. هل النادي الاهلي في حاله تسجيل مبكرا الماتش هيكون اريح، ولا كما حدث امام الاسيوطي تاخر التسجيل فصعبت المباراه؟ ماتش الاسيوطي لها ظروف يا محمد، انما التسجيل بدري بيريحك مفيش كلام، لان على الاقل هو انت مشكلتك لما بتلاقي التكتلات الدفاعيه، لما تلاقي الزحمه، لما فرقه تدافع طول الوقت بثمان تسع لعيبه، ما دي محتاجه برضو ايه؟ محتاجه حاجات كتيره جدا، محتاجه ارهاق، محتاجه مجهود كبير، محتاجه جري، محتاجه تمرير، محتاجه تحرك، محتاجه تركيز، محتاجه نسبه استحواذ كبيره، محتاجه ان انت ما تفقدش الكوره بسهوله خالص، محتاجه جناب، واخد بالك، محتاجه كروسات، محتاجه. طب هل ده هيبقى موجود غدا؟ يعني المقاصه هيبقى متحفظ؟ المقاصه متحفظ ده المفروض. انا ما اعرفش فكر عماد سليمان هل هيبادر. انا من وجهه نظري ان دلوقتي المقاصة بقى فريق عنده خبرات، يقول لك لا انا هاجم النادي الاهلي، وهو برضو عنده نسبه قليله، عمل ماتشات كويسه مع الاهلي وكان ليه نسبه في فوز ماتش تقريبا او حاجه زي كده. هو الموسم اللي فات لا، الموسم اللي فات ممكن، لان الموسم اللي فات كان كابتن حسام البدري كسب في الاول وتعادل في الثاني. احنا الحجم الفني اللي موجود في المقاصة يخليه يبقى متوازن جدا، واخد بالك، ان يعرف يدافع ازاي ويهاجم ازاي، لكن ما يفتحش كل خطوط ويدي مساحات، انما لازم يهاجم بس بنسبه. هل هيهاجم بسبع ثمان لعيبه ولا هاجم بنسبه معينه من اللعيبه عشان يقدر؟ انا قلت لك ان النادي الاهلي لما بيقطع الكوره هي ده الشغل الفني الكتير عند حسام وعند اللعيبه، ده الاتفاق اللي ما بين حسام وبين اللعيبه. فالطبيعي جدا انا اقفل خطوطي، اقفل دفاعاتي، اقفل نص ملعبي، وبلعب بخمس لعيبه بروح بيهم بهاجم وبدافع بيهم كويس قوي، وعندي جنبين كويسين قوي. لكن النادي الاهلي اعتقد ان هو حسابات اداء عماد سليمان يا محمد بكره كتيره جدا. هل هو عنده الجري الكتير، عنده القوه، عنده التمرير، عنده التحرك، عنده المواجهات، عنده الفرديات؟ هو عنده جزء مش وحش، خلي بالك عنده جزء كويس، والدليل ان هو كسب اربعات وكسب وحالته الفنيه احسن. فانا شايف ان هو هيدي، يعني هو كان ضاغط على فريق الزمالك، حتى اول هدف كان ضاغط على الحارس وغلطه، يعني بيضغط من بدايه، بيلعب جيم مفتوح مع الزمالك. نعم. ضاغط من امام مع الزمالك، بس الزمالك يختلف على الاهلي. نعم، ده سؤال مهم طبعا. نعم. محمد. بيختلف. انا قلت لك بص، هل هو حسابات الاهلي الفنيه لو مسكت مثلا القوه، السرعه، واخد بالك، الاداء المهاري، الجانب المهاري كله في تمرير وتحرك، واخد بالك، وخش على الجوانب الخطيه اللي حافظينها اللعيبه، هو لازم يقابل ده بده. ما انا مش هقول لك انا هروح، واخد بالك، لان الموضوع فني، توفيق الله سبحانه ثم الفنيات. انا من وجهه نظري ان الماتش الكوره فنيات ما بين المدرب واللعيبه وشغل وشغل، واخد بالك. فهيفتح، هل هيفتح زي الزمالك؟ ما افتكرش انه يقدر يفتح. عماد سليمان فودي بعال عنده خبرات، خد خبرات، عارف ان بيلعب احسن فريق واجهز فريق فنيا. احنا كمدرب، انا مدرب لو قابل النادي الاهلي لابد نعمل حسابي كويس قوي في الشق الهجومي بناس معينه، والدفاع دافع من وسط ملعبي، خط داري، أهم من نفسي، والعب على مرتدات، مش من طول الوقت، العب على مرتدات معينه اقدر اوصل بيها اسجل بيها، انما العب جيم مفتوح مع اجهز لعيب في مصر هتعب وهيبقى فيه مساحات، وانت بتدي مساحات للنادي الاهلي بيبدعوا ويتالقوا وبيروح يسجلوا. محمد كابتن شريف، في حاله ما بين التجانس اللي موجوده بين عبد الله السعيد واجاييه، وحدثت فيه العديد من الاهداف، عبد الله السعيد وازارو، وعبد الله السعيد ووارد يكون وليد سليمان او مؤمن زكريا، هل او باكا ده باكا خلق لنفسه علاقه مع عبد الله السعيد، حلو، خلق لنفسه علاقه ماشيه على الوزن، هل الحاله ديت في مصلحه النادي الاهلي؟ هو عبد الله السعيد في اي حته وهو سليم بيعمل لنفسه تقل، بيعمل نفسه شخصيه جوه الملعب، ولعيب كويس قوي. بين الجول اللي جابه ده كمان بيبصم تاني، يقول لك انا عبد الله السعيد الحمد لله وشكر ربنا، ان عايز الناس تثق فيا، عايز الناس تثق في ان انا
اما ببقى في الملعب ما بلعبش لنفسي، بلعب للفريق، بلعب مع اخواتي، بلعب مع اللعيبه الكبار اللي موجوده. ثقوا فيا، ثقوا في الوان تو بتاعتي، ثقوا في عينيا، انا شايفكم كلكم. انا لعيب كوره وفاهم، وانا ما اعرفوش عبد الله، قابله مره او اتنين سلمت عليه في حياتي يعني. انما هو ده اللي احنا قارينه فيه، لعيب كبير قوي، ومعلش ان هو ساعات بيبقى متاخر جسمانيا في الملعب، ده من حقه، وفيه ارهاق كبير قوي. ده انت شفت التاريخ السنتين اللي فاتوا دول، ملاحم متلاحم عبد الله السعيد، عبد الله السعيد، عبد الله السعيد منتخب واهلي، عبد الله السعيد الكونغو، عبد الله السعيد غانا، عبد الله السعيد، لو تلاحظ عبد الله السعيد، عبد الله السعيد، عبد الله السعيد وصلاح، صلاح وعبد، يعني هنقعد نتكلم، هندي كل واحد حقه. بندي كل واحد حقه. عبد الله السعيد نجم كبير جدا، نجم طبيعي جدا فوق العاده. ف هي الكلمه اللي انا عايز اخرج بيها منك على عبد الله السعيد، ثقوا في امكانيات عبد الله السعيد، تجدوا ما يسركم. لسه هنكمل كلام مهم جدا عن التحليل الفني للاهلي ومصر المقاصه، ولكن بعد هذا الفاصل. اوعى تروحوا بعيد، عشان النادي الاهلي ايه؟ حديد يا كابتن فاروق. الاهلي ومصر المقاصه غدا في اللقاء المؤجل من الاسبوع الثاني من زمن الدوري العام المصري. الاهلي في المركز الثاني 25 نقطه، المقاصه في المركز الثامن ب 15 نقطه. حتى الان نادي الاهلي في حاله الفوز بمؤجلاته ان شاء الله هيكون في صداره الدوري بفارق يقدر يتيح له انه يبقى عنده اريحيه. نادي الاهلي حتى الان بدون خساره من 9 مباريات، فاز في 8 وتعادل في واحده. مصر المقاصه لاعب 11 مباراه، فاز في 4، تعادل في 3، وهزم في 4 مباريات. النادي الاهلي عنده 20 هدف وعليه 4 اهداف، ومصر المقاصه عنده 22 هدف وعنده عليه 16 هدف. طبعا فارق كبير. كابتن ربيع، هل فارق الاهداف اللي باين ما بين النادي الاهلي ونادي مصر المقاصه ممكن يدينا انطباع على طبيعه مجريات الامور في لقاء غدا؟ طبعا النادي الاهلي يملك الحلول يا محمد، الحلول الكتيره، على 7 لعيبه بيعتمد عليهم حسام البدري في الشق الهجومي بالكوره، والطبيعي جدا من غير الكوره ان الفرقه كلها تضغط في اي مكان عشان تستخلص بعد كده، وبتبتدي الانطلاقات، عندك انطلاقات يمين وشمال من الاطراف، كورسات بالعرض. في نفس الوقت انت عندك الثلث الامامي ده احسن انتشار واحسن ترابط واحسن تحرك واحسن تمركز، من هنا بتاخد الاهداف. الثلث الامامي ده الرباعي وسط الملعب الهجومي مع الراس حربة محمد حافظين يقفوا ازاي عشان يسجلوا، حافظين الملعب. انت عندك ميزه عاليه جدا طبعا، وعندك برضو ميزه ان كل واحد من الاسماء اللي بتلعب بيسجل، يعني جاي بيسجل، عبد الله بيسجل، مؤمن بيذاكر، وليد بيسجل، ازار، بص كله ما شاء الله هداف. مش بس فدي ميزه الحمد لله، بتعلي لك نسبه الاهداف، وفي نفس الوقت بتقول لك ان الحمد لله ان انا حلولي كتيره، وان انا اختياراتي مهمه جدا، وخد بالك، وان ببتدي حتى البديل اللي بيرجع بيه حسام مكان بيبقى برضه هداف يا محمد. فنسبه الاهداف بالنسبه للنادي الاهلي كبيره طبعا، ما فيش كلام، لانه ده بطل، والاهداف اللي عليه اقل بكتير، يعني ليه 4 اهداف حتى الان فقط. انت بتملك خطوط يا محمد، بتملك حارس مرمى على اعلى مستوى، بتملك خط دار، بتملك خط وسط ملعب، بتملك خد بالك خط امامي، بتملك فريق عنده شخصيه، الاهلي يرجع في اي وقت وممكن يدخل هدف في اتنين ويرجع، الاهلي يكسب في اي وقت، الاهلي يسجل في اي وقت، مع احترامي، لانه عنده القدرات، يملك القدرات اللي يقدر يشتغل بيها. خد بالك حسام البدري النهارده قلنا اسلوب زي شخصيه لاعب، عنده المهاره. النادي الاهلي بيشتري امهر لعيبه، واخد بالك، خلي بالك، امهر ماهر ده بيقدر يسجل، اللعيب الذكي، اللعيب اللي عنده سرعه التصرف، اللعيب اللي يمشي مع الجانب التكتيكي بتاع المدير الفني، ما انا مش هي خامات محمد اشتغل بيها، فبيساعدني ان انا ابدع واتالق، ممكن 4 2 3 1 4 4 1 1 4 3 3 في اي وقت انا ممكن العب. عندك القماشه اللي بتتيح لك ان انت تغير طريقتك باريحيه، فده بيريح، عشان كده نسبه الاهداف كبيره. ده سعد سمير بيسجل في الثوابت، النادي الاهلي قلب الدفاع بيطلع في الثوابت، انت بتلعب على كره رايحه جايه، على تمرير وتحرك واستحواذ، وبتلعب على ثوابت، وبتلعب على تصويب. حتى النهارده بص عبد الله بيحللك بالتصويب، سعد سمير بيحل بالضربات الراس، احمد فتحي بالتصويب، احمد فتحي. فنسبه الاهداف لازم تكون عندك كتير، لانك عندك لعيبه على اعلى مستوى بتقدر تشتغل بيهم كويس قوي،
وبامتى بتاخد في الوقت المناسب وبتفنش في الوقت المناسب، وعندك تلت امامي مرعب، تلت امامي مرعب لاي فريق منافس بيلعبك. طيب هو حتى الان في الاجتماع اول اجتماع لمجلس اداره النادي الاهلي الجديد لسه في لسه مجتمعين في مقر النادي الاهلي بالجزيره، اول اجتماع بيبقى فيه العديد من بدايه طرح الملفات المهمه الاولويات كيف يبدا فيها مجلس اداره النادي الاهلي الجديد العديد من الامور الهامه الخاصه بالنادي الاهلي بكل اورقته، سواء ملف كره القدم، سواء ملف اعضاء الجمعيه العموميه ومقرات النادي الاهلي. ما شاء الله عندنا مقر الجزيره ومقر مدينه نصر وبعد كده فرع الشيخ زايد وايضا فرع التجمع، ومواصله الانشاءات ومواصله المشوار في كل المجالات، حاجات مهمة جدا هيبتدي النادي الأهلي. كل الأمنيات والتوفيق لكابتن محمود خطيب ومجلس إدارته في استكمال مشوار النادي الأهلي. النادي الأهلي من 110 سنة من أول اجتماع لأول مجلس إدارة في النادي الأهلي، وحتى الآن هي أمور بيستلمها جيل بعد جيل، كيان كبير جدا النادي الأهلي، أكبر نادي في الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث الشهرة والإنجازات والبطولات وأيضا في عدد الفروع. ما شاء الله حاجة جميلة جدا وفخر لكل المصريين. النادي الأهلي نادي الأهلي كويس، منتخب مصر كويس، ولا يا كابتن شريف؟ طبعا في حته بنقول منتخب مصر يبتدي من حيث ينتهي النادي الاهلي. نعم. انا سارح مع التورتايه، خد بالك اللي موجوده الجميله النهارده كان في تورتايه احتفاليه يا ربيع، كنا لازم نبقى هناك يا ربيع احنا في الاحتفاليه دي. ما شاء الله النادي شكله حلو قوي. نعم. بنبارك طبعا للنادي وبنبارك للاعضاء الجمعيه العموميه اللي قالوا كلمتهم، بنبارك لمجلس الاداره تجدد الثقه فيه تاني، هم موجودين ما راحوش في حته يعني، كان بس القانون الرياضه هو اللي بيقول ان هم لازم استريح 4 سنين ويرجعوا تاني. في وجوه جديده كمان زي ما احنا شايفين. نعم. حاجه جميله. محمد سراج الدين وكابتن راني علواني. في شكل كده حلو، بروح حلوه، وهي كل حاجه وضحت بقى في النادي خلاص، كله على عمل وساق واحد يعني خلاص. نعم. يعني ما ينفعش غير الانتاج. نعم. وده فعلا محمد الجرحي طبعا. ومهند. نعم. هاني عبد المنعم، جمال جبر. نعم. دماطي استاذ محمد دماطي. النادي بص النادي احتفاليه كبيره، انا حاسس ان احنا يوم نيو يير يعني. نعم. النهارده نيو يير بتاع النادي الاهلي، بدايه سنه جديده يعني. فالصاله دي دايما، وشايف لو تبص ورا على الصور اللي متعلقه شكلها عامل ازاي. نعم. حاجه تفرح يعني. هو ده كل رؤساء النادي الاهلي منذ تاريخه حتى الان منذ انشائه يعني. ده حاجه احنا فخر لينا كلنا ان احنا بننتمي لهذا الكيان الكبير الحقيقه يعني. كفراوي اهو كمان. ناس محترمه كلها الحقيقه على جميع الوجوه. عايزين نشوف النادي زي ما هو كده يعني، ما فيش حاجه اختلاف. لوحه الشرف طبعا هتبقى موجوده، هي موجوده بس فيها نيو فيسز بقى، هتبقى جرحي وضماطي و مسؤوليه كبيره. مهند موجود قبل كده و... مسؤوليه كبيره يا كابتن شريف طبعا، مسؤوليه الاسم كبير والمسؤوليه كبيره فعلا، لان الناحيه التانيه كابتن استاذ عبد القيع اهو حبيبنا مكتشف. مكتشفني مكتشف ناس كتير جدا. ده مش مكتشف الكهرباء؟ لا لا، عديت من تحت. ايه؟ عبد البقال. لا عبد البقال جامد الله يرحمه. ارجع على ده الملك ده. ارجع، برافو عليك. ده الحريف ده اللي لازم يا كابتن. ده الحريف ده عد. بص اول ما تقول لي عم عبده اروح رايح بيك على طول، ثابت، محسن صالح، جمال عبد العظيم، هبتدي بقى اجيب لك فرقه النادي الاهلي، احمد عبد الباقي، ربيع ياسين، هبتدي اجيب لك فرقه محمد عامر، مين تاني؟ لا في ناس كتير قوي، مختار، في ناس كتير قوي موجوده. ادي الكابتن محمود خطيب بقى وجلسته في ما شاء الله. الله ما شاء الله طبعا حاجه. هو نموذج لبيكن باور في بايرن ميونخ، لاعب واسطوره ثم رئيس مجلس اداره لبايرن ميونخ، وايضا النادي الاهلي حتى في الالوان مشابه يعني لبايرن ميونخ، ومن ناحيه طبعا السيطره والهيمنه نفس الشيء. كابتن محمود خطيب بيكرر نفس الانجاز وبيكرر نفس السيناريو. ادي مجلس الاداره مكتمل بوجود الاستاذ عمرو فاروق، استاذ خالد درندلي، استاذ خالد مرتجي، وكل اعضاء مجلس الاداره فوق السن وتحت السن، وايضا وجود سياده اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي. بدايه ان شاء الله تكون موفقه، بدايه ان شاء الله تكون لاستكمال المشوار، مسؤوليه كبيره
وعبء ثقيل على مجلس اداره. اي مجلس اداره بيجي النادي الاهلي بيبقى عليه ثقيل جدا، لان عنده اتجاهين كابتن ربيع، مواصله الانجازات من الناحيه الرياضيه وتسيد كل البطولات، والجانب الاخر في جمعيه عموميه وفي انشاء وتطوير و الى ذلك، فمسؤوليه كبيره على اي طبعا هم قدها بامر الله. على راس مجلس الاداره نجم كبير جدا بحجم الكابتن محمود الخطيب، اللي جميع الاهلي فرحانه بيه طبعا، والاداره فرحانه بيه، جميع الامه فرحانه بيه جدا جدا. هو نجم كبير طبعا كل المقاييس، انسان قبل ما يكون نجم ولاعيب كبير يا محمد، انسان عنده حالات انسانيه غير عاديه ما شاء الله. يعني لو قعدنا نتكلم على انسانيته كابتن محمود يستاهل كل خير، فهو على راس المجلس الاداره حاجه مشرفه. لما تشوف الكابتن خطيب تفتكر على طول مين؟ الكابتن صالح سليم. نعم، امتداد لمدرسه الماستر الكبير الكابتن صالح. فالناس فرحانه لان برضه طول عمر النادي الاهلي وافي لابنائه ومخلص جدا لابنائه، وابنائه الكبار بيحاول يفظهم الكيان، بينتمي تلاقي الاسم الكبير. لما كان الماستر يدخل في النادي الاهلي والناس تحبه كاريزما، برافو عليه. فالكابتن الخطيب لو قعدنا اتكلمنا يعني فربنا يوفقهم، هو مجلس مشرف ووجوه مشرفه وكلها ناس محترمه جدا. زي خلي بالك يا محمد، زي اللي قبلهم واللي قبلهم واللي قبلهم واللي قبلهم، كل مجالس النادي الاهلي من سنه 1907 مشرفه، وجوه مشرفه وناس مخلصه وناس محترمه. وده من نعمه ربنا على النادي الاهلي. وبعدين في ميزه ان اللي بيجي بيكرم السابق، والسابق يقدم للحديث، واخد بالك؟ كلنا مترابطين جدا ومحترمين، ومفيش حد بيتكلم على ماضي ولا سابق ابدا، كله بيقول لك الكيان، وبيسلم واحترام وتلاقيهم مع بعض، وتلاقيهم في المقصوره، وتلاقي المجلس اللي قدم مهمته هتلاقيه في الماتش اللي جاي قاعد بيشجع. هو ده النادي الاهلي، فبنتمنى لهم التوفيق، وان شاء الله النادي الاهلي يبقى نادي كبير وعظيم زي ما هو عظيم ان شاء الله باذن الله. نعود مره ثانيه لكره القدم. هبتدي بقى اكلم ضيوفي طبعا على التشكيل المتوقع وطريقه اللعب ومين ممكن تكون العناصر المؤثره. هبتدي بكابتن شريف، تشكيلك المتوقع هيكون بالنسبه للنادي الاهلي هيكون ايه كابتن شريف؟ لو شريف اكرامي، محمد هاني، سعد، محمد نجيب، ايمن اشرف، صابر رحيل، احمد فتحي، عمرو السوليه، جونيور اجاييه، عبد الله السعيد، وليد سليمان، وليد ازارو. وليد سليمان، وليد ازار. كنت عايز اقول قبله، عايز اقول قبله. نعم. عشان خلي بالك شريف بيعرف التشكيل. والله العظيم ما قال لي ولا حاجه. خلي بالك انا كاتبه برضه عشان ما قلت وليد سليمان؟ ما تقولش غشيته. طيب. انا كاتبه وليد سليمان. ايوه. واحمد فتحي بص عشان أنا كان في بطء في مؤمن. انت قلت من قبله. وانت شفت حاجه انا ما شفتهاش الماتش اللي فات؟ لا. طيب. اصل خلي بالك انا ممكن اغش منك واقول لك واخد بالك، لكن بص يا محمد يا ريت تغش مني، انت كنت بتقول شريف بيه اهو. انت ما كنتش هتبقى ربيع تينا لما انا كنت بخش جوه وانت تطلع لبره. الصراحه انا معايا جبهه يسرى من نار تاريخيه. ورغم ده من اللعيبه اللي ما سمعتش حسها في الملعب. معايا جبهه يسرى من نار. انا مستغربك على فكره، انا ما سمعتش حسك في الملعب، جاي تعوض كل الكلام دلوقتي هنا قدامنا في التلفزيون. هو محمد حسام ممكن يغير اقصاها اثنين. الطبيعي جدا ان وليد ويريح مؤمن، لان مؤمن ما فنش ما نهاش بيه المباراه. نعم. خرجه. مؤمن ما كانش برضه موفق، لكن مؤمن بيحب يعني هو دايما يشتغل في مركزين بالكتير، بيدور تدويره وصح. ريح وليد وممكن يبتدي بيه بكره، واحمد فتحي بدل موجود هياخد طبعا بالطبيعي جدا جنب السوليه. ممكن يبتدي باكا كمان. السوليه. مش عارفك ممكن يلاعب باكا. لا احنا بنقول اجتهاداتنا. يعني هو اللي شايف بس هو مش اقصى من اثنين. واخد بالك؟ حسام بيدخل اثنين بس اقصى. طبعا. فهو التدوير وليد سليمان يعني دوره مهم جدا. واخد بالك؟ احنا بندعي اللعيبه ان هم تبقى في حاله اشفاء، اشفاء يعني بيقول لك هم بيخرجوا من كل مباراه في حاله اشفاء. ما هو ما هو هو ده اللي بيمد ريكفري. بيمد نعم. بيمد باثنين جول. خد بالك من السريحين دي الاشفاء اللي بيقولوا ينعش بيهم الناس تفهمها يعني. ينعش بيهم واخد بالك في الديفندر عشان يعمل الترابط، وفي الوسط الامامي الهجومي. عايز اقول لك على حاجه، ربيع قبل ما انساها والنبي، بكره ربيع انت كمدير فني لو انت موجود، يعني ملعب الجيش بتاع السويس ده احنا لعبنا عليه، ملعب بيحتاج برضه تفكير خاص. ملعب كنا بنكسب بيه اللي بيعرف يفكر في التهديف عن طريق التصويب على المرمى. هو الهواء فيه بيبقى الهواء جامد ومش جامد، بس هو الملعب بقى حلو زمان. ما كانش كده الحقيقه، انما ملعب صغير تحس انه صغير، وعندك امكانيه ان الكره لما ترتد تشوط من اي حته. فلو لعبت النادي الاهلي طبعا اشوفهم بيتمرنوا على الشوط التمرين اللي فات ده بطريقه، اعتقد ان حسام يمكن يكون بيفكر معاهم او قال لهم، طبعا مش هتفوت عليه حاجه، انما
ننوه احنا برضو ان التصويبات ليها هدف في مباراه بكره كتير. او لو انت معانا او محمد فاروق معانا برضو بكره ان شاء الله يبقى هفكره بنفس القصه دي قبل المباراه. هقول ان التصويب ليه شكل في الماتش للفرقتين على فكره، مش للاهلي بس. انا عايز اقول لك على حاجه كمان قبل ما نروح لكابتن ربيع. الفرق الكبيره لازم في كل خط عندها نجوم، يعني على ريال مدريد كده لو تشوف تلاقي في نجوم في خط الدفاع، خط الوسط وسط خط نجومهم كلهم، بتتكلم على احسن لعيب في العالم بيلعب قدام جنبه زيدان، وجنبه في لعيب حتى ما بيلعبش جنبه زيدان مدرب بقى، زيدان مدرب وكريستيانو وجنبه بنزيما. بنزيما سوري انا بحس ان بنزيما الاثنين فرنسيين جزائريين يعني مش ف دول كل خط فيه نجوم. انت ما شاء الله الله اكبر عندك في النادي الاهلي كل خط فيه نجوم. ده الدفاع، دي الحاجات اللي احنا بنتكلم عنها. ليه فرقه النادي الاهلي حلوه ومنوره زي الفل؟ دفاع نجوم، حتى اللي بيشترك بيجعل لنفسه مكانه زي ايمن اشرف كده، نجم صبر الرحيل بيرجع تاني لعهده، محمد هاني بياخد وضعه تاني في ناحيه الريب تحت الفرصه مع نص الملعب لاحمد فتحي جوكر اللي موجود، السوليه بيطلع لفوق ما شاء الله السنه دي احسن من السنه اللي فاتت مليون مره، خط الهجوم اللي قال عليه ربيع الكاسح، كل واحد بيقدم كل يوم عشان يبقى موجود، عبد الله السعيد مره جايين مره، ازارو بيحاول يخش ان كل الفرص اللي بتجيله ما تفلتش منه بقى، ويبقى بنتكلم معاه بنقول له التصويب الجامد التصويب الجيد التركيز الجيد على المرمى كل حاجه. كل لعيبه، مؤمن زكريا انا بسميه الجوكر يعني او العفريت بتاع الفرقه اللي ما تعرفش تمسكه يمين ولا شمال، والسويتشات اللي بيعملها كل واحد، وليد سليمان في اي وقت بيقدر يصوب حاجات ثابته شوط، يخش يقطع من الناحيه الثانيه، عنده فكر عالي جدا، بيلعب يمين وبيلعب شمال، هو ده قوام الفرقه اللي بيبقى عندها نجوم في كل خط. هو دي الفرقه الكبيره، مش هغبن بحق فرقه المقاصه. المقاصه تملك هذا الكيان وبتملك هذا الشكل وتملك، والمدرب بتاعها يملك هذه الخطوط، عشان كده بقى قدر يحركهم قدر يفهمهم وقدروا يبقوا موجودين على الساحه. بالتاكيد يا كابتن ربيع، برضو عايز اروح الى حضرتك. في فوافي عنده سرعات، وانطوي عنده سرعات، ومصعد عنده سرعات، وحسين الشحات اللي بياخد في اغلب الاحيان الجانب الايمن. هل كابتن حسام البدري هيلعب بخط وسط في الامام يغطي على باكاته؟ يعني ممكن مثلا وليد سليمان نراه بيغطي على محمد هاني في الجانب الدفاعي، خاصه ان حسين الشحات دائم الميل على هذا الاتجاه. بص ماتش بكره ماتش ثنائيات، عشان كده احنا بنقول ان حسام لما بيشتغل في اثنين وبيريح اقصرها اثنين، الطبيعي جدا ان عندك اجايب بيبقى في الناحيه الشمال مع صابر الرحيل، وأجايب بيقوم بدوره في المنطقه دي بصراحه دفاعيا وهجوميا. ما انت عندك ميزه من فضل الله علينا، النادي الاهلي جاهز بدنيا ما شاء الله من اول دقيقه لاخر دقيقه، انت بتلعب برضه على ارهاق المنافس كتير، بتدور الكره فهو بيلعب. نعم. فوليد سليمان او مؤمن، انت بتشوف مؤمن جنب محمد هاني، انت شفت صبر الرحيل كان قدامه وكان تحتيه عبد الله وغطى عبد الله وقطع الكره وراح وسجل الهدف الماتش اللي فات بتاع الاسيوطي. نعم. واخد بالك؟ فهنا لغه التفاهم موجوده في الاجناب، الثنائيات بتتفوق، انت عندك مفيش مشكله محمد هاني لو هو في الرايت هي وليد سليمان، لو هو في الجنب يبقى دي 2-2. نعم. واخد بالك؟ وعندك لو صابر الرحيل مع جاي ادي 2-2. بالنسبه واحد من لعيبه الارتكاز سواء من احمد فتحي هيروح مثلا ناحيه تاني، والسوليه ممكن يغطي ناحيه صبر. طبعا. نعم. كل بص انت عندك ميزه في لعيب النادي الاهلي زي ما قلت لك، من غير الكوره كل واحد عارف دوره، وبالكوره عارف دوره. من غير الكوره محمد طبيعي جدا انك بتضغط ضاغط ضاغط ضاغط، بتضايق المساحات وبتقطع الكوره عشان تعمل شغلك بقى بتاع النادي الاهلي، بتاع المهاره بتاع التحرك بتاع التمرير بتاع السرعه بتاع تسجيل الهدف. ده النادي الاهلي بيشتغل عليه كويس قوي. فالطبيعي جدا ان انت عندك وسط ملعب بقياده السوليه بيعمل ترابط ما بين الرباعي الهجومي والرباعي الدفاعي. نعم. واحمد فتحي بخبراته الكبيره، احمد فتحي له دور كبير جدا، هو اللي هيقود بكره. القياده في التنظيم مهم، لما كان وقت حسام غالي موجود كان بينظم محمد. نعم. الترابط ده مهم جدا، فانا ما عنديش مشكله بالنسبه لاي حاجه. لو عنده هو انطوي راس حربه صريح معروف في ما بين مين، ما بين نجيب وما بين ايمن اشرف، خلاص مفيش مشكله. لو هو عنده محمد مسعد سريع، ما احنا انت عندك في الجبهه لو في الناحيه الاثنين عندنا صراع. خد بالك اللي عندنا صراع الجانب الدفاعي برده مميز، اذا كان على المستوى الفردي
او مستوى الجماعه يا محمد. خلي بالك الاخطاء الدفاعيه الحمد لله الفتره الاخيره قلت بشكل كبير جدا. نعم. وخاصه القلب كان عندنا واخد بالك حراسه المرمى زي الفل. القلب اللي كان واخد بالك الاخطاء بعيد لان احنا بنقابل نص الملعب. فما فيش مشاكل عندي في الجانب الدفاعي. اكيد ان حسام محافظ الفرقه تحركات الثلاثي فوافي وحسين الشحات. حسين لعيب مجتهد بيحاول لعيب مهاري عنده قوه وعنده سرعه وعنده مهاره وعنده فنيات على المرمى. ناحيه صبر الرحيل واجايا هيميلوا عليه اكتر يعني. مفيش كلام طبعا. التغطيه ده عامل مهم جدا محمد واكيد موجود عند كل لعيبه. بالتاكيد. كابتن شريف كابتن حسام البدري ودائما اسال حضرتك هذا السؤال. تقدم الاجناب طريقه فكر كابتن حسام البدري لضرب التكتلات الدفاعيه والكروسات اللي بنشوفها كتير جدا خاصه من ناحيه صبري رحيل. هل تقدم صابر رحيل ومحمد هاني مواجهه فرقه زي مصر المقاصه فرقه كوره هل برضه كابتن حسام بدري هيستمر على هذا المنوال؟ خلاص كابتن حسام بدري حفظ اللعيبه الهارموني بتاع شكل الملعب طريقه اللعب تبقى شكلها زي ربيع قالك ثنائيات. اما الثنائيات موجودين غصب عن عيننا هنلاقي اتعود خلاص جايين ان هو بينزل وبيسحب. حتى شفت في جول ايمن اشرف لعبه الجول بتاع عبد الله السعيدي يا كابتن ربيع لو نرجع هتلاقي ايمن اشرف بيلعب لمين؟ للتبادليه اللي هو صبري رحيل اللي واخد وينج ليفت صريح. نعم. اللي بيريح لعبد الله السعيد اللي جاي بيستلم منه وبيخش وبيكمل عنده هيغذي المنطقه من ناحيه الشمال مع صبري تلاقي هو اللي بيرقص ثلاثه على خط واحد ده الهدف وبيبعت بليسنج عالم. بص يعني لو جابوها من الاول هيدوك الشكل اللي انت نفسك بتقول عليه اللي هو حل الطلاسم. بالظبط كده حل طلاسم الفرق اللي هي بتقف لك دفاعيا. وصبري كان فتح الملعب لعبد الله. شفت الثرو كان ماشي ده ومين اللي داخل عامل الثرو اللي هو ايمن اشرف اللي هو طول الماتش بيلعب برده في الحته دي وفكره في الحته دي انه حتى لو ما طلعش صبري رحيل بيطلع هو ساعات وبيكمل وبيرجع صبري رحيل يقفل عليه. نعم. فالشكل ده اللي موجود في الملعب هو ده فعلا. انت قلت كلمه حلوه قوي ازاي نفك اي طلاسم موجوده قدامنا دفاعيه بتبقى بص الكوره يعني عبد الله اللي طالب ما لقاش راح عمل الاسيست عبد الله عمل له الاسيست اما لقاها هيتزنق ربيع راح رايح له خدها وما بقاش عنده بقى غير طول الماتش. بص بقى الجول ده خلي بالك بص يا ربيع بص هو ليه برضه بسهوله عبد الله عدى وسجل كلهم على خط واحد. لا غير كده خلي بالك الكلمه اللي قلتها يا محمد الاهلي بيرهق الفريق اللي قدام ده راك. بص خلي بالك بقى وبيعدي بص لراك على بص ثلاثه بص محمد في الدفاع بص يعني وبرده اتكلوا على بعض يا ربيع يعني اتكلوا على بعض ثلاثه خلي بالك فدي وبعدين احنا كنا بنلعب ال1 2 في اللغه اللي كنا بنقول عليها 1 2 كان ممكن يلعبها كده وهو مع جايه وياخد ويدي ويرجع يشوطها تاني يجيبها جول. بس هم في المباراه دي حصل التكتيك ده كتير قوي ان انا بسلم ويسلمني ما اعرفش فالتانيين قروا الحكايه فهو فاجئ برضو بتالنت من عنده موهبه من عنده ان هو يغير الاسلوب ويبعت بقى مباشر بالتصويبات. التصويبات اللي انا بكلمك عليها بكره اللي هي ممكن يبقى لها دور كبير قوي موجود مع فرقه النادي الاهلي. ولكن بص برضو كابتن انت شايف امتداد صبري رحيل يعني صبري رحيل هو اللي تحرر. ضرب تحركه هو اللي حرر هو حرر نفسه بالظبط حرر فاروق نفسه والروح بقى هنا بص يا ربيع الروح بتاعت عبد الله رايح يستلم من ايمن اشرف ما لقاش راحت الناحيه الثانيه سبرنت عشان يريح له الكره عشان ياخدها وفي عنده روح من جوه وغل اصفر عن اجمل هدف يمكن من اهداف في الدوري العام. نعم بالتاكيد هو هدف جميل واحد من اصحاب المهارات الخاصه عبد الله السعيد الصراحه. كابتن ربيع عايز اقول لك وليد ازارو هيلعب على احمد محسن واحمد سامي. يمكن احمد سامي الى حد ما هوش بالسرعات العاليه ووليد ازارو سريع وممكن يبقى في حاله ربط ما بينه لسه بتكلم على وليد ازارو وادي مخرجنا على طول كوره غريبه جاب جاب الانطلاقه بتاعته وليد ازارو اللي بيسبق فيها كل المدافعين. هل ده هيبقى ممكن كابتن حسام بدري يركز على نفس الشيء غدا؟ هو بص ازارو له دور فعال واخد بالك دور هجومي صريح ليه بوزيشن في الملعب بيجري فيه ويتحرك فيه واخد بالك وبيعمل ترابط ما بين الثلاثي الرباعي اللي تحتيه. لو تلاحظ امتى بيفتح لاجاي واخد بالك وامتى بيفتح لعبد الله وامتى بيتعاون مع جاي وبيتعاون مع عبد الله دي مهمه جدا. انما التوازن بتاع وليد ازارو في الوقفه مهمه جدا في الانطلاق مهمه جدا في استسلام التمريره الحاسمه مهمه جدا في الرؤيه مهمه جدا. وليد ازارو كل شغله نص الملعب مع الرباعي بيتبني عليه الشغل كلهم كل شغلهم عليه لازم هو طبعا يبقى في القلب خد بالك وكان عمل الماتش اللي فات تحرر وتغيير اماكن مع اجاي شفنا اجاي مكانه كتير جدا هو اتحرك
في الاطراف شويه ازارو، لكن ازارو قوي جدا يا محمد، سريع، خد بالك ماشي كويس، هو عنده يعني حاجات ان شاء الله مع الوقت ومع الخبرات ان شاء الله تعالى هيكتسب الخبرات، لانه بيضيع اهداف، بيوصل كتير جدا، اكتر لعيب في النادي الاهلي بيوصل على المرمى. يبقى الراجل ده خلي بالك عنده حاجات كويسه، اذا كان بيضيع ما لازم يضيع، مش كل كوره هيوصل بيها هيسجل بيها محمد، خد بالك، لكن هو عنده ترابط وعنده انسجام مع المجموعه الرباعي الهجومي اللي بيقدروا يروح بيه الخماسي ويسجلوا بيه. كابتن شريف، اذهب اليك لاجاييه، وواحد من الحريفه، حضرتك برضو كنت لعيب حريف جدا وبتحب اللعيبه الحريفه، جونيور اجاييه مهارات على اعلى مستوى، هداف، بيعمل اسيست، بصراحه هو يعني اللعيب اللي بتحب الناس الكره تروح له. هو خلانا نقول عليه كده، هو اول ما جه لو تفتكر دخل بسرعه في الفرقه، ك بيباصي وجا خد حب اللعيبه، هو احرز هدف في الزمالك في الدور الاول وفي الدور الثاني، في الدور الثاني، فخلاص بقى نجم عندنا. هو دلوقتي لما بيبقى الفيتنس بتاعه سليم وهو عالي جسمانيا دلوقتي، مفيش اصابات، بتشوفه بيعدي من واحد واثنين وثلاثه وبيروح على الجون وبيقدر يشوط، وجايب جول من احلى الاجوان برضو السنه دي، والحكم لغاه. وانا كنت لسه هسال حضرتك يعني الهدف ده حرام ان هو يتلغى. لا ربيع اسال ربيع جاب له حسن إيه؟ احنا جبنا مين حكم وكلام؟ 100% هو هدف. نعم. جبنا ناصر عباس اتكلم على 100%. ده علقنا عليهم وقلنا طب نشوف ناصر عباس. جبنا حكم لسه كابتن ناصر علق على لا وضربة الجزاء وضربة الجزاء بتاعت ازار وانا كلمت كابتن حسام بدري عليها دي، قال لي شايفها وعارف وعمل فينا اللي هو بص الكوره. نعم اتفضل. انت عارف يا فاروق لو حسب الكره دي فاول على اجاييه مش هنزعل على ربيع، نقول هو شافها كده ولا يعني لو عمل، انما يعمل العمله دي ده فيها طرد للراجل واخد انذار قبل كده، ولو مش طرد يديني فرصه ده، حتى لو حتى حسبها فاول ده فيها طرد، ده بيمنع هدف اكيد داخل، ونفس اللعيب برده هو اللي عمل بروحه العاليه اللي هو راح داخل برده متزحلق واخد ازاره ضربه الجزاء حماده طول، هو حماده طول. نعم. فعدم توفيق الحكم في الكوره دي الظاهر دي مكافئتنا على انه هيبقى موجود في كاس العالم. ف احنا بنتكلم على اجاييه طبعا، لا لعيب تقيل قوي في المنطقه دي، عنده حلول، عنده حلول انه كمان يقدر يعمل احلال وتبديل للسترايكر اللي جنبه، هو بيقف في ال 18 عنده ميزه، بيديله الكوره بيسجل بيها. ما هو عامل بيرجع ازارو حتى عشان يستلم، تلاقيه هو اللي دخل وهو اللي ملى المنطقه وبيعمل محطه، بيعمل الوجود، الوجود ده بيريح عبد الله السعيد ان هو يقدر يدي للي جاي من ورا جاي. نعم. اللي هو بيقطع من ناحيه سواء بقى صبري سواء اي حد بقى تطوع. نعم. وشاف المنطقه دي فاضيه وجري فيها، وعنده كذا ميزه كابتن شريف. انه لما بيلاقي مساحات بيجري فيها تفوق وبيصنع. ولما بيدخل في ال 18 وبيلاقي زحمه يبقى عنده تصرف على المرمى. عدى ربيع قبل الكوره اللي هي الجول جابها بتاعته دي، عدى من ثلاثه، عمل نفسه كل شويه هيعمل اكسس. نعم. بيعدي من واحد ويعمل نفسه عايز، هو خلاص حط في دماغه بيفكر وعمل خطه انه هيشوط، فابتدى يفتح لنفسه المساحه، يفتح، خد في الكوره دي يمكن 3 4 وهو رايح. نعم. وراح رايح شايطها الجول طلعها الحقيقه كويس جدا، ادي ضربه جزاء الثانيه اللي انا بقول لك، ضربه جزاء 100%، بس هو اللعيب بتاعنا برده يمكن هو برده وضعيته ما داش شكل اللعبه. هو مش فاهم اللي حصل برده، لان هو مسالم، احنا لعيبتنا طيبين، دخل على الكوره، بص هو خد على الجسم والكوره عدت ما بين رجليه فهو طلع بره الكوره، عارف لو خدته ورا قدام شويه قبل الخط بيارده كانت بقى ضربه جزاء صحيحه 100%، وكان هيضطر يطردوا بقى وكنا هناخد حقنا يعني. فانا بالنسبه لك لاجاييه ما شاء الله الله اكبر، يعني يفرح في وسط الملعب يعني. بس في لعيبه كابتن ربيع بتعرف تقع، بتعرف تاخد البنالتي. بتعرف تاخد الفاول. طبعا دي حقيقه. هو طيب جدا بس هو بيعرف ياخد بنالتيات يعني. ازارو خد كذا بنالتي ماشي، بس ما يعني بين ضربات جزاء صحيحه 100%. نعم. ومحظوظ يعني، مش محظوظ فيها. هو كان ما بيدوهالاش. لا هو خد يعني، قصده محمد دول خد في كذا واحده. وخلي بالك كابتن شريف ان ضربات الجزاء معظمها بيبقى فيها يعني جانب تمثيلي، واخد بالك، مع جانب صح، مش كلها بتبقى نسبه 100% او 70% او 80% زي كابتن يعني. لا الاحتكاك في الحته دي محسوبه قوي يعني. نعم. بالتاكيد. طيب يعني بهذا الشكل كابتن ربيع، التبديلات اللي ممكن تحدث فارق، هل باكا ممكن يكون موجود كبديل قوي يصنع فارق؟ عندك باكا طبعا، وعندك هو لعيب كويس وفي الحسابات، واكيد هيبقى موجود بكره احتياطي،
ونزل وبدا بيه حسام مباراتين ورا بعض وثبت وجوده، لعيب سريع جدا بس لسه انتاجه على المرمى طبعا ولسه مع زمايله، لكن عنده نسب فنيه كويسه جدا وعنده بالكوره من غير الكوره، وعمل صنع كذا كود في الماتش اللي قبل اللي فات، لعيب مهم جدا ولعيب كويس ومكسب ان شاء الله، ومع الوقت هيبقى اضافه لخط هجوم النادي الاهلي. طيب كابتن شريف، صالح جمعه هل وارد ان هو يشارك؟ بيدخلوا بقى في الجو العام للمباريات، وبنشوف بقى يمكن يكون ليه وجود بكره الحقيقه، يعني هو دي بتاعت كابتن حسام طبعا، الناس بتحبه، ولما يدخله يديله شويه او يلعبه اساسي او 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 دي بتاعت الجهاز الفني. اعتقد هياخد شويه يعني، برضه هو راجع من اصابه يعني، ما ينفعش ان هو يدفع بيه من اول مباراه كده، ياخد شويه اللي يقدر يلعبهم ياخدهم في الاخر يعني، ما يبقاش ايه تحت ال بيسموه ايه تحت المسدس اندر ذا جان يعني، ما يبقاش تحت ال ترافولتا لازم يديني اندر ذا جان، المدفع الرشاش ما يبقاش على وشه، انت لازم تلعب، لازم تكسب، لازم تعمل اسيست كويس، لازم ناخدهم منه شويه واحنا كسبانين ان شاء الله باذن الله. طيب خلينا نروح يوم الاربعاء ان شاء الله، هيبقى في مواجهات الاسبوع ال 13 هتبتدي يوم الاربعاء ثم الخميس وتستكمل بالجمعه ولقاء الاهلي وطنطا هيبقى يوم الجمعه في الاسبوع ال 13. خلينا نبتدي طلع الجيش امام الرجاء، مواجهه قويه جدا هتبقى يوم الاربعاء. كابتن ربيع ابدا بحضرتك، طلع الجيش والرجاء، طلع الجيش وعوده بقى كابتن حلمي طولان مره اخرى، والرجاء وكابتن عماد نحاس. طلع الجيش ظروف وحشه جدا طبعا، مشاه مدير فني وتغييره وقت حرج جدا، قدوم الكابتن احمد حلمي طولان طبعا، الكابتن حلمي قيمه كبيره جدا ومدرب كبير طبعا، عنده يملك الخبرات وقادر ان هو يخرج الطلائع، مع انه طبعا في اول مباراه هزم اربعه كتيره جدا على الطلائع بامكانياته وبلاعبيه وبادارته وبمدرب مديره الفني. الرجاء طبعا مع عماد بدا يتحسن في الاواخر، في نتائج كويسه، في اداء كويس، في نقاط كويسه، يعني ماتش اعتقد انه مش سهل للفريقين وهيبقى في الملعب. المصري وبورسعيدي والداخليه كابتن شريف. ماتش جامد قوي. ماتش داخليه متاديه باداء بخطوط بتهديف بشكل ومصر وجود خرج في الملعب النهارده. والمصري خرج النهارده من الكاس امام وادي دجله واحد مقابل لا شيء. مفاجاه، دي من اكبر المفاجات لسه هقول لك. فهيبقى المصري راجع بقى بقوه غير عاديه، ان هو عايز يبقى موجود في ينسى بسرعه الهزيمه اللي حصلت، فده اعتقد انه هتبقى من اقوى الماتشات اللي موجوده يعني. طيب ام بي وائل انتاج كابتن ربيع. الانتاج في صحوه كويسه جدا ونتائجه كويسه الفتره الاخيره مع مختار جهازه الفني والاداري. خد 7 نقاط من 3 مباريات، كويس ماشي في خطه كويسه جدا، مقدم عروض، كسب النهارده في الكاس اهو. الام بي ممكن يبقى اكيد ماتش هيبقى جامد جدا بإيهاب جلال، بالفرديات اللي موجوده، بطموح انبي، بادارته يعني، لان انبي نادي عنده طموح وعنده لعيبه وعنده امكانيات، فانا اعتقد ان الملعب فنيا الماتش في الملعب كبير بفنياته، الحته الفنيات هنا كتيره والفنيات، وهنا مدرب كبير وهنا مدرب كبير، فهنشوف مباراه فنيه عاليه جدا، لكن صعب تقول النتيجه لمين. عايز اسالك سؤال معلش يا فاروق، انبي المباراة دي هتبقى محطة أخيرة للمدرب؟ لا لا. ليه؟ على النتائج اللي هي في لا هو أربع خمس ماتشات هو في المركز التاسع عنده 15 ليه؟ هو ماسك له 3 سنين. لا هزيمة في هزيمة لو لا كابتن مش إنبي لو الداخلية لو الإنتاج كسب إنبي رأيك إيه هيحصل حاجة؟ هيقعد هيجيبوا مدربين منين؟ ما هم الأربعة خمسة اللي بيروحوا هنا خلاص خلصوا خلصوا هيجيب كابتن ربيع يقصد يعني يقصد ان في 4 مدربين بس هم اللي بيتم تدريبهم بيشتغلوا هيمشي ايهاب هيجيب مين؟ يعني ما يمشيش لانه عامل ماتشات كويسه والله انت لو مش قاعد قدامي كنت هقول يجيبه كابتن ربيع لا يا كابتن واخد بالك انا قصدي الاداره مش على انبي بس يعني ما تجهلش نفسك انت مش لا موجود لا موجود ومتعاقده خلي بالك معاه لمده موسمين فان شاء الله يعملوا ماتشات كويسه ومدربين كويسين وبالتوفيق ان شاء الله. طيب كابتن شريف عشان الوقت، الزمالك والاسماعيلي اخر لقاء هنعقب عليه. اللي بيقنعنا في المباراتين دول نادي اسماعيلي يعني اسماعيلي موجود بشكل قوي يعني عايز يبقى موجود، كل الاجهزه الفنيه وكل الدنيا وكل الحياه بتروح لنادي اسماعيلي، انما نادي الزمالك
لعيبته هي اللي هتقرر بقى، مش هتقولي نبوشة، نبوشة ملوش دعوة. يعني هو اللي بيختار اللعيبة من التمرين اللي تقدر تأدي لي مباراة جيدة، بس تروح للجماهير بتاعت نادي الزمالك تصبرها على أي حاجة وحشة كانت موجودة. استمرارية للأداء اللي هو مش كويس ده ما ينفعش، لازم نشوف نادي الزمالك في شكل تاني. فعشان نشوف شكل تاني لازم يلعب قدام فرقة كبيرة، لازم يحقق نتيجة كويسة أوي. فطبعا ده هنحس شكله كويس قدام الحرس الزمالك. ما هو كمان الحرس جاي منين يعني؟ ده مش فرقه حتى مش موجوده في الدوري، فرقه يعني ترتيبها الاول في المنتسبة. معلش بس انت عارف انا عايز اقول ايه، لازم يبقى عنده شخصيه ثانيه واداء ثاني. شخصيه الفانيلا البيضه لازم تبقى النهارده بقرا ان في لعيب عايز تمشي، اربع خمس لعيبه بيقولوا احنا خلاص احنا دلوقتي عايزين نمشي ونروح اي فرقه ثانيه. فالحاله مش عجباني يعني في نادي الزمالك، لازم يبقى في روح احسن من كده. يقدروا اللعيبه بنفسهم بقى يرجعوا من فوز على الحرس، ما عندهمش بقى اكبر من فرصه بقى نادي اسماعيل. يعني فرقه كبيره تقدر تلغي كل اللي حصل في المباريات اللي فاتت لو قدروا يحققوا فوز فيها. كده بتكون حلقتنا النهارده وتحليلنا الفني للقاء الغد. ان شاء الله هيكون معانا تغطيه خاصه من الساعه الخامسه، وزميلي الكابتن محمد فاروق مع حضراتكم على شاشه قناه النادي الاهلي. دائما وابدا الكواليس وكل حاجه عايزين تعرفوها عن النادي الاهلي على شاشتكم وقناتكم قناه النادي الاهلي. في طبعا نهايه حلقتي اشكر ضيوفي الكبار كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن شريف. كنت النهار يا كابتن. بشكرك كابتن فاروق، بشكرك كابتن ربيع. ايضا كابتن مصر النادي الاهلي كابتن ربيع، كنت منور النهارده كابتن ربيع. شكرا كابتن محمد. شكرا محمد، بارك الله فيك. شكرا كابتن شريف. كده كلامنا انتهى، لسه بكره عندنا كلام كتير عن اجواء النادي الاهلي. دائما وابدا شاشتكم وقناتكم قناه النادي الاهلي، حتى القاكم تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.